الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حقا وصدقا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. أهلا بحضراتكم. انتهى وقت الكلام، لابد من أفعال. مصر بلدنا بتواجه حرب قدام عدو ما يعرفش الرحم، ولابد أن ننتصر. هننتصر بإذن الله. المصريين النهاردة ما كانوش منتظرين من الرئيس السيسي أنه يفكرهم بالحقيقة دي، حقيقة أن مصر مستهدفة من الإرهاب. يكفي ما نتعرض له في شوارعنا وعلى حدودنا، لكن السؤال إحنا عملنا إيه؟ ازاي استعدينا لهذه الحرب على الارهاب؟ مش كل حرب يا حضرات لازم يكون ليها استعداد. للاسف استعدادنا ما كانش على قدر هذه الحرب القذره اللي احنا عارفينها، علشان كده اتكررت عمليات قتل جنودنا. النهارده مطلوب من الدوله والحكومه والشعب الكل انتباه. النهارده مش عاوزين نفس المشاهد والاداء اللي بيتكرر بعد كل عمليه، ان الخبر ينتشر، علامات الحداد تكون موجوده على شاشات الفضائيات، الخبراء والمحللين منتشرين يصدعونا بالكلام، وبعدين نحضر جنازات الشهداء، ثم كل واحد منا يتلهي بهمومه. كده ما ينفعش. ما هم الاخر شوفوا، اما اننا في حاله حرب ومصر فعلا بتواجه حرب وبالتالي لازم نستعد ليها بجد، او اننا مش في حاله حرب ونفضها سيره وما نضحكش على نفسينا. انما النص نص دي ما تنفعش. البلد دي ما تنفعش في البلد دي. وانا مع المعسكر اللي بيقول ان بلدنا في حالة حرب. حرب على مصر. مصر الوطن والارض. في حرب على هذا الشعب الطيب الجبار. حرب على مصر المكان والمكانة. مش حرب علشان السيسي والكلام الفارغ اللي عمال يتقال بعد سقوط شهدائنا امبارح. إذا حد مننا كان مقصر النهارده ما ينفعش، لازم نقف إيد واحدة بجد علشان دي بلدنا كلنا. امبارح مثلا لو سألت أي مواطن هي البلد أجازة ليه؟ البلد فاضية ليه؟ هيتقال لك بسبب رأس السنة الهجرية. طبعا كل عام وحضراتكم بخير وبلدنا بخير. حتى إن كبار رجال الدولة أرسلوا برقيات تهنئة بمناسبة السنة الهجرية للسيد رئيس الجمهورية. وغالبيتنا ان لم يكن كلنا نسينا ان امبارح كان ذكرى عيد السويس المجيد 24 اكتوبر. يا ترى فاكرينه؟ ده اليوم اللي صمد فيه ابطال المقاومه الشعبيه ضد جنود العدو الاسرائيلي في حرب اكتوبر. انتم عارفين لو المقاومه الشعبيه في السويس كانت فشلت كان ايه اللي حصل؟ كان الجيش الاسرائيلي زمانه وقتها في قلب العاصمه القاهره. شفتوا بقى اهميه دور المقاومه الشعبيه قد ايه؟ المقاومة الشعبية اللي احنا محتاجينها النهاردة، محتاجين الشعب والجيش يبقى ايد واحدة. محتاجين نستلهم روح مقاومة السويس. لازم نحفظ هذا العيد لولادنا. لازم ايامنا الوطنية المجيدة يا اخوانا نحافظ عليها. مش بقول لك انش. النهاردة الرئيس السيسي قال انه مش خايف طول ما الشعب والجيش والقيادة ايد واحدة. طيب. اذا فورا علينا جميعا نذكر الأجيال الشابة الصغيرة بذكرى هذا اليوم المجيد. والنهاردة
أنا بناشد السيد رئيس الجمهورية بإعادة إحياء هذا اليوم الوطني المجيد، وأطالب زملائي الإعلاميين بالتذكير الدائم بهذا اليوم، لأن إحنا محتاجين أمثال هذه الأيام المجيدة في حياتنا. محتاجين كل الكلام ده يا إخوانا علشان الشعب والقيادة يبقى إيد واحدة، الشعب والجيش يبقى إيد واحدة. لازم كمان نحافظ على الروح المعنوية لجنودنا الأبطال من الجيش ومن الشرطة. لازم نأكد لهم دايما إننا معاهم قلبا وقالبا. وبقترح على السيد رئيس الوزراء وبطلبه بأنه ينشئ فورا صندوق لرعاية أسر شهدائنا الأبطال، وكل مواطن أنا وحضرتك نروح لهذا الصندوق نتبرع باللي نقدر عليه إن شاء الله بجنيه. طبعا أموال الدنيا لا يمكن إنها ترجع شهيد، لكن عايزين نحسس أسر الشهداء إننا كلنا أسرة واحدة، وإن ابن هذه الأسرة اللي استشهد هو ابني، وإن أخوك اللي استشهد هو أخويا، ده ضحى بروحه ودمه علشان إحنا نعيش. الرئيس أكد علينا تاني إننا في حالة حرب. طيب علينا نسأل رئيس الحكومة، ليه حضرتك ما زرتش شمال سيناء لحد دلوقتي رغم كثرة زياراتك؟ كمان كل وزراء حكومة محلب ليه ما فكروش يعملوا تنمية حقيقية في سيناء؟ نفس الكلام اللي بنكرره مع كل حادثة. يا ترى حد من حضراتكم، وارجوكم ركزوا معايا في اللي جاي، وقف قدام الرقم اللي اتقال عن عدد سكان محافظة شمال سيناء؟ عارف الرقم اتقال كام؟ عدد سكان المحافظة دي 30,000 مواطن بس. معقولة بعد 32 سنة من استعادتنا لسيناء ده عدد سكان شمال سيناء؟ ده ما يسويش يا اخوانا عدد شارع من شوارع القاهرة. والله لو في تهمة نحاكم بيها مبارك ونظامه ورجاله هتكون بسبب اهمالنا لسينا يا اخوانا. وبعدين افاجأ بان بعض الجهابزة اياهم يطلعوا ويطلبوا الحكومة باجلاء شمال سينا من مواطنيها. دول 30,000 شيلهم يا سيسي، هجرهم لاي محافظة. يعني مش كفاية ان انت اساسا مش بتساعدهم ولا هم حاسين بوجود حكومة معاهم، كمان عاوز تطلعهم من ارضهم. صحيح والله اللي اختشوا ماتوا، نطلع مواطن مصر من ارضه والسيناوي ده بقى لمؤاخذة يروح القاهرة ولا اسكندرية يشم هوا على البحر ولا السويس، ولما يروح يشتغل ايه وحياته يبقى شكلها ايه؟ ده انا بوريك شوية الاختراعات اللي عمالة تتردد النهاردة. كمان لازم الاعلام المصري يسأل نفسه سؤال مهم، هل الاعلام المصري بيلعب دوره التنويري المهم اللي بيصحي بيه الشعب قدام الارهاب اللي بيواجهه بره وجوه، ولا قطاع كبير من اعلامنا بيعمل عملية تغييب للواقع وللمواطن؟ ينفع النهاردة يا اخوانا ومصر في حالة حرب يبقى عندنا قنوات برامجها شغالة ليل نهار علشان تقنع الشعب ده ان يناير كان مؤامرة من الثورة؟ هذا الشعب اللي استفتى على دستور بينص على ان 25 يناير ثورة مجيدة زي 30 يونيو. النهاردة في جزء من اعلامنا بيطلع يشتم شتيمة بذيئة في كل من شارك في ثورة يناير. انا بقول الكلام ده ليه؟ لازم يتقال النهاردة. ما انت عايز الشعب كله يبقى ايد واحدة مع الجيش مع الشرطة مع القيادة. النوعية دي من الاعلام هي اللي هتقسم الشعب، هي اللي هتفتته، ولازم الدولة تنتبه لده. الجهاب زيهم دول نسيوا ان الشعب هو اللي شارك في ثورة يناير. ينفع يكون عندنا اعلام في دولة بتواجه حرب يقول الكلام ده، والاعلام ده بيناقش مشاكل حياتنا الجنسية؟ اعلام مساحات الرأس فيه اكتر من مناقشة همومنا؟ ده مش اعلام دولة في حالة حرب، ده اعلام دولة في حالة استرخاء ورفاهية وانتصار. عاوزين العملية الارهابية اللي حصلت امبارح ما تأثرش في معنويات جنودنا يا اخوانا او معنويات المواطن. اذا لازم نثق في انفسنا في قواتنا، وعاوزين الدولة بقدر المستطاع بقدر المعلومات اللي تسمح بيها تشرح للرأي العام تفاصيل ما يجري في سيناء من عمليات ملاحقة للإرهابيين للتعتيم. كيف يصل للمواطن المصري الشعور انه فعلا في حالة حرب؟ لازم اقوله، لازم انقله اول باول. وبعدين ينبغي ايضا محاسبة المقصرين في حوادث قتل جنودنا بهذه الوحشية، وايضا لابد من القصاص، بس القصاص بالفعل وليس بالكلام.
دلوقتي لو حضراتكم تابعت وسائل الاعلام وتصريحات ناس كتيره لابسه كويس، تلاقيهم بعد كل حادثه بيصفوا الحادث بانه حادث مؤسف، بس ما قالوش لينا هو حادث مؤسف لمين. هل هو مؤسف لكل واحد منا مشغول بحياته وثرواته ونزواته، ام هو حادث مؤسف لمن سيتاجر به صحفيا او اعلاميا، ام هو حادث مؤسف لبعض المسؤولين اللي بيرددوا كلام ليس له معنى ثم يذهبون الى اي مكان. نعم هو حادث مؤسف ومرير ومبكي ومؤلم، بس مؤلم ومؤلم ومؤسف لكل ام واب وزوجة وابن سقط لهم شهيد في عملية ارهابية حقيرة. هو حادث مؤسف لكل مواطن مصري عنده ضمير وطني يشعر من خلاله ان مصر في خطر حقيقي، وان الارهاب اصبح خطر لابد من الانتباه واليقظة ليه. فلننفض الغبار عن انفسنا، فلننفض الغبار عن ضمائرنا كي نفيق، وان نتذكر ان عددا من خير اجناد الارض واطهرنا جميعا ضحوا بارواحهم الطاهرة النبيلة كي يعيش هذا الوطن حرا ابيا. هل هنقدر نثبت لارواح هؤلاء الجنود اننا اهل فعلا لتضحياتهم، ام سنكرر عادتنا البليدة؟ لابد من الانتباه، وبداية الانتباه ان نترحم على شهداء الوطن الابرار، ونربط نطبطب على ايادي ذويهم ونقول لهم نحن معكم بالفعل وليس بالكلام. عاوزكم تشاركوني وتقولوا لي شايفين ازاي يبقى لنا دور كمواطنين في حربنا على الارهاب؟ نعمل ايه لاسر الشهداء اللي بيحمي حدودنا من كل عدو يا اخوانا؟ انا في انتظار تليفوناتكم، كلموني من اي تليفون محمول على 137، ومن اي تليفون ارضي على 0900 9900. قل لي ازاي نقدر نحارب الارهاب؟ دورك ايه كمواطن؟ شايف ايه غلط وبيأثر على علاقة الشعب مع الدولة؟ خش وشارك، وخلينا نروح لكلمة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي اللي قالها النهاردة. كل التحديات اللي موجودة تهون، وكل المشاكل اللي موجودة تهون، طالما الشعب المصري منتبه وصامت. هو مع جيشه وشرطته كده، مع أجهزة الدولة كده. هو حد هيخش بيننا وبين بعض ويلخبطنا ولا ايه؟ حد هيخش بين الشعب المصري وبين جيش مصر وبين اجهزه الدوله في مصر ويلخبطه ولا ايه؟ ده الخطر الحقيقي علينا، الخطر الحقيقي علينا كده، ان احنا نبقى دايما شايفين التحدي وعينينا عليه، احنا ثابتين ومتحركين في اتجاه هدف واحد، إعادة الدولة المصرية إلى مكانتها ويزيد. إعادة الدولة المصرية إلى مكانتها ويزيد. شايف الكلام؟ رئيس الجمهورية بيقول لك الخطر الحقيقي هو إن الشعب والجيش والقيادة ما يبقوش إيد واحدة، عشان يبقى إيد واحدة لازم كلنا نصحى ونفوق ونشوف إيه اللي ممكن يأثر وفورا نبتر هذه اليد. خليني اخد اول اتصال تليفوني النهاردة تعليقا على الحادث، وازاي نقدر يكون لينا دور كمواطن ان انا اقف مع الدولة ومع الجيش. اخد طارق من الانطرة. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. بحيي حضرتك وبعدي الشعب المصري كله، ولاده الطاهرين اللي ربنا سبحانه وتعالى يسكنهم في جناته، ودايما الشعب المصري بيقدم ارواحه كده للوطن الغالي، مصر الغالي علينا، واحنا كلنا خدمنا في القوات المسلحه وعندنا استعداد ان احنا نرجع تاني القوات المسلحه فداء عن هذا الوطن الغالي النبيل. اشكرك طارق. هويده من امبابه. هويده اتفضلي. ايوه استاذ محمد السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. انا بعزي حضرتك وبعزي اهل الشهداء كلهم، بس ليه رجاء عند حضرتك. اتفضل. انتوا ليه بس كل شويه كلام كلام كلام، كلكم كلام، مفيش حد بيعمل حاجه. يعني مفيش لحد دلوقتي حالة اعدام اتعملت، مفيش أي حد جاب حق الشهيد، ليه كل الناس كله كلام كلام كلام، كل المذيعين الكبار كلهم كله كلام في كلام، مفيش حد بيعمل حاجة في البلد. طب اديني اقتراح، يعني أنا دوري كإعلامي إن أنا أشرح وأوضح،
بس قولي لي اقتراح عندك كم مواطنة واحنا نقوله للمسؤولين على الهواء. يعني انا اقترحت على السيد رئيس الوزراء مثلا نفتتح صندوق لرعاية اسر الشهداء ونقول لهم ان احنا ايدينا في ايديكم. ولا اقول لحضرتك حاجة لو هم عملوا اول حاجة ان هم يقدموه قدام الناس في ميدان عام هي حرام يعملوا حاجة زي كده. نعم. لكن مفيش ولا حاجة اقدام اتعملت على مستوى العالم كله في مصر. نعم. هي بتطالب بان يكون هناك جزاء رادع يشهده المواطنون. اخد حسن من بلبيس. اتفضل حسن. حسن اتفضل. حسن شكله مش معانا. عايز اقول لحضراتكم النهاردة اجتمعت غرفة الاعلام والتلفزيون غرفة صناعة الاعلام والمرئي والمسموع واتحاد الاذاعة والتلفزيون لبحث الدور اللي مفروض الاعلام يقوموا الفترة دي واتكلموا كلام بان احنا لازم حتى كاعلاميين ننتبه وننبه الشعب للاخطار اللي بتحوم فعلا حول هذا الوطن. انا اتمنى من كل زملائي الاعلاميين يكونوا اطلعوا على هذا البيان واتمنى ان احنا نعمل به. يعني اتحاد الاذاعة والتلفزيون وغرفة صناعة الاعلام المرئي والمسموع غير انهم طبعا بينوا شهداء الوطن الابرار. اخد سيد من الشرقية. اتفضل استاذ سيد. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. يا استاذ محمد. اهلا بحضرتك. قول لي على طول ازاي يبقى لي دور كمواطن في دولة بتواجه عمليات ارهابية. دورك كمواطن انت في دولة بتواجه العمليات الارهابية لازم كل الشعب يكون ايد واحدة يا استاذ محمد. نعم. شايف في حد بيفتتنا؟ ايه؟ شايف في حد بيفتتنا؟ دققنا يا جماعة الاخوان. الخط بيقطع. سيد من المحلة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اتفضل. اعزائي ليك يا استاذ محمد ومصر كلها. نعم. والاسر الشهداء. نعم. الطلب اللي انا بطلبه حضرتك ان الناس اللي بتتمسك في سينا دي ليه ما اتحكمتش لغايه دلوقتي؟ نعم. ليه ما يبقاش محاكمات عسكريه على اساس ان هو يبقى من محكمه واحده يتحكم عليه، لكن تسيبهم في السجن يربوا جناب ويربوا ويربوا نفسهم ويعيشوا ويتاكلوا ويتشربوا وبعدين في النهايه بعد سنه وسنتين تقول طلعوا براءه؟ نعم. أنا بس عايز أذكر حضراتكم وهاخد تليفون محمود من الجيزة بأن النهارده الحكومة برئاسة مهندس إبراهيم محلب طلع قانون بأنه هيتم تحويل القضايا اللي بتتعلق بالإرهاب في مصر إلى القضاء العسكري. أحكام ناجزة وسريعة. أخذ محمود من الجيزة. اتفضل محمود. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. النبي لو سمحت إحنا يعني كلنا عايزين ارقام التليفونات اللي ممكن ان احنا نتصل بيها ونبلغ عن الارهاب وعن الارهابيين وعن الناس اللي بيحرضوا في الجوامع وبيحرضوا في كل اماكن من الاماكن بتاعت الشغل وبتاعت هنا وهنا وهنا. الناس دي لازم نبلغ عنها. اعلنوا دايما الارقام بتاعت التليفونات بتاعت البلاغات اللي نقدر نتكلم فيها. حاضر. انا بس على الاقل اعتبروا تليفونات البرنامج من اي تليفون محمول كلموني على 137 ابعتوا رسائلكم على 9 11 70 تعليقا على الحادث الارهابي وايضا لو في اي امور تتعلق بالابلاغ عن شيء واحنا نبلغه فورا للداخليه. واتمنى ان الداخليه تعلن دائما تليفوناتها اللي اي مواطن عايز يبلغ لك عن جريمه ارهابيه. اخد منى من الجيزه. اتفضلي منى. السلام عليكم استاذ محمد. السلام ورحمه الله. انا يعني واكيد معايا ناس كتير جدا كل اللي بنطالب فيه في المرحله الحاليه هو الشفافيه الحقيقيه من القياده السياسيه. تقول لنا احنا بنواجه مين ونواجهه ازاي؟ هل هي داعش؟ هل هي ناس من حماس؟ هل هي ناس موجوده في فلسطين في سيناء؟ هل هم جايين من بره؟ ايه بالظبط اللي بنواجهه؟ وصدقني الشعب المصري قوي جدا ومخلص جدا في تأييده للجيش، بمعنى لو عرف هو بيواجه ايه كل الناس هتستنفر وكل الناس هتبقى ورا القياده. لكن التعتيم مش في مصلحه حد، مش مصلحه الوضع الراهن ولا في مصلحه القياده السياسيه، لان هيستغل حضرتك لو شفت القنوات المعاديه بقى لمصر قالت ما في الخمر في اللي احنا بنواجهه في التقصير وفي وفي وفي، فمش مصلحتنا ان احنا نفضل طول الوقت نقول ده عمليه ارهابيه ده ارهاب ده ارهاب بشكل معمم كده. عايزين نعرف احنا بنواجه مين والشعب كله هيبقى ورا الجيش ساعتها. شكرا. اشكرك واتفق معاكي ان احنا محتاجين قدر كبير من الشفافيه
وانا طلبت فعلا الدولة في مقدمة الحلقة اكشفي قولي المتاح عندك من المعلومات اللي شايفاه انها لن تضر بالامن القومي المصري. ما انت عايزة الشعب يبقى واقف معاك، لازم تكوني واضحة وتقولي وتشرحي. خليني معايا على التليفون الاستاذ طلعت محمد فرج، شقيق الشهيد فرج محمد فرج من المنصورة. سلام عليكم يا حاج طلعت. يعني بقدم لحضرتك يعني خالص التعازي، بس اعزيك اقول لك ايه، يعني اللي مات ده ابني وابن مصر كلها، وان شاء الله هو في جنة الخلد عند الله سبحانه وتعالى ان شاء الله. قول لي يعني الاجواء عندكم ايه، القرية عاملة ايه، استقبلتوا الخبر امتى وازاي؟ مشرفة الحمد لله، يعني ما كانش جنازة، كانت زي اكتر من تعتبر جوازة بالنسبة له، الناس كلها اشتريتها وكانت فرحانة بيك شهيد. نعم ورب. الشهيد البطل القوات المسلحة بلغتكم امتى؟ نعم القوات المسلحة بلغتكم امتى بالخبر؟ الصبح الساعة 6. الصبح الساعة 6 النهاردة. قضى قد ايه من خدمته بيحمي حدود مصر؟ كان فاضل له 35 يوم. 35 يوم. وجات يد الارهاب. هو كان عنده كم سنة؟ يعرف كل حاجة عشان يسلم. الشهيد البطل كان عنده كم سنة؟ عنده 22 سنة. 22 سنة. في حاجة من خلال البرنامج تطلبها من الدولة، من الرئيس، من رئيس الحكومة؟ في حاجة تحب تطلبها النهاردة أو تناشد فيها السيد رئيس الجمهورية أو السيد رئيس الوزراء؟ أحب أناشد رئيس الجمهورية يشوف لنا حل في الإرهاب ده. مع حضرتك إحنا فوضناه. نعم. ضد الإرهاب. نعم. وحضرتك شايف السيارة 25 عسكري. 25 عسكري، 25 عسكري. حرام يعني الصراحة. حرام كتير. كل منظرهم بس يخلي الحجر يتسلم. احنا بنطلب يعني يرحموا اولادنا ويصدوا البلد من الارهاب، عشان كده الصراحه ربنا اللي علم بحالنا. ربنا يصبركم صبرا جميلا ويلهمكم الصبر والسلوان، ونعزي انفسنا قبل ان نعزيكم ويهتم بالامر شويه. أنا بقول لك نعزي أنفسنا قبل أن نعزيكم. نعم. بنعزي أنفسنا إحنا قبل ما نعزيك، لأن اللي مات ده مش قريبك. وأنا عارف إن حضراتكم حاسين بيه. مصر كلها حزينة والله يا طلع. الحمد لله. إن شاء الله نحسبه عند الله شهيد، وهو بإذن الله من الشهداء. أشكرك. آخذ محمد من الشرقية، اتفضل محمد. ياسر من القاهرة. أستاذ ياسر. الو. ايوه اتفضل. ايوه السلام عليكم. سلام ورحمه الله. قول لي، قول اللي عندك. بقاء الله في الشهداء والمصابين. نعم. والقوات المسلحه جميعا والشرطه والجيش وجميع القيادات بتاعت الشرطه والجيش. نعم. وانا ببعت عزائي للقوات المسلحه وللشعب المصري جميعا يعني. نعزي انفسنا جميعا، ما بنعزيش اسر الشهداء بس. معاك. انا عايز اقول لحضراتكم خلينا ناكد ونراجع تاني. جميل ان الشعب ينتفض، وانا شايف الحزن في وجوه الجميع، والناس فعلا عايزه تقاوم الارهاب. حتى اهالي الشهداء زي ما قال طلعت شقيق الشهيد فرج. بس لازم يا اخوانا ننتبه. الشعب علشان يكون اكثر انتباها لازم الدولة برضو تطلع تقول له، زي ما المتصلة منى قالت ايه اللي بيحصل في سيناء، نشرح، يبقى الشعب واقف على كل المعلومات او على المعلومات المتاحة. الاعلام المصري لازم يعدل دوره على طول، مع احترامي طبعا للبيان اللي طالع من غرفة صناعة الاعلام، بس في قنوات خارج السياق بالاخر وفعلا هتفتت البلد دي. لازم ننتبه لده. القنوات اللي بتتهم ثورة 25 يناير انها كانت مؤامرة، اللي بيشوف انها مؤامرة لازم الدولة فعلا تتدخل. ما ده بيفتت الشعب يا اخوان،
ده انت بتتهم الشعب في شرفه الوطني يا راجل. ماجد من القليوبية، اتفضل يا ماجد. مساء الخير. مساء النور. من فضلك يا استاذ محمد انا هاخد بس 3 دقايق بس، من فضلك من فضل حضرتك ما تقاطعنيش. ماشي اتفضل. انا عايز حضرتك مجلس القضاء الاعلى، المحكمة الدستورية العليا، عاوز جميع النقابات، عاوز الكنيسة، عاوز الازهر، كل دولت من فضلك يجتمعوا بكرة الصبح اقصاها الساعة 10 في رئاسة الجمهورية، ويدوا تفويض مرة اخرى للرئيس السيسي ان يتخذ كافة الاجراءات كما يتراءى له ويتراءى للمجلس العسكري الموقر، انه يتخذ كافة الاجراءات لحماية الشعب. حاجة تانية؟ ايوه ماجد خلصت؟ طيب، هو بيطالب بتجديد العهد للرئيس السيسي والقوات المسلحة، بس عايز اقولك الرئيس مش محتاج تفويض، ده سلطاته الدستورية، وهو رئيس منتخب بنسبة تتجاوز 95%، زي القرارات اللي خدها ان هو هيعمل فاصل بيننا وبين الحدود، ما تبقى خالي من المنشآت ومن المواطنين، لان الارهابيين بيدخلوا مع المواطنين، والقوات المسلحة بتقول لك انا ايدي مغلولة، خايف اضرب نار تيجي اصيب بها مواطن بريء يعني. فالقرار ان احنا نعمل عمق كده، قيل انه كيلو او كيلو ونص، ده قرار جيد، ده جزء من الاجراءات اللي بتتخذها قواتنا المسلحة. اخد عايدة من دمياط. عايدة اتفضلي لو سمحتي. الو، الاصوات بتتاخر. وليد من الجيزه، اتفضل وليد. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. سلام ورحمه الله، اتفضل شارك يا وليد. معلش انا عاوز اعرف يعني، عاوزين الرئيس السيسي يطلع ويقول هو مين اللي موت الناس دي. نعم، هو النهارده قال بشكل واضح وصريح ان هناك دعم من دول بعينها بس ما قالش اسمها، هي اللي مولت هذه العمليه. يا ريت سياده الرئيس ياخد اجراءات عاجله، يعني حرام عسكرنا تموت كده في الجيش، حرام. نعم نعم، حرام، ده مش اول مره يعملوا، يعني مره 26 ومره 25 مش عارف بعد كده ايه، هيموتوا الشعب المصري كله بعد كده ان شاء الله هم الى زوال ان شاء الله. متشكرين يا فندم، متشكرين. ابراهيم من الاسكندريه. مساء الخير يا استاذ محمد. مساء النور استاذ محمد. احنا كل يوم بنقوم على كارثه، مظبوط؟ نعم. طيب طيبين برضو بعض الناس في الاعلام تتكلم، مش عايز اقول زي مين، ناس محسوبين مؤامره 25 ومؤامره 30 ومؤامره 25. احنا ليه كل يوم ما بنحسش ان اولادنا بتموت فعلا؟ الناس اللي ماتت امبارح دي ذنبها في رقبه مين؟ نعم. محمد لازم اجراءات عاجله. الناس اللي كانت بيقولوا عليهم في الشيخ زويد دول متهجروا يا اخي، ده انت هجرت اكتر منهم في 69. نعم. ده انت هجرت ملايين يا اخي، ليه مش عايز تهجر دول 20,000؟ نعم. مظبوط ولا لا؟ نعم. يا اخي انت مش شايف منظر اللي على يمين الشاشه عندك؟ الولاد دي ذنبهم ايه؟ نعم. طالع برضه سياده، ما اعرفش سياده المستشار محسوب على مين ولا مين ولا مين ولا مين. اللي يقولوا دي عمر 25 ويقولوا فوق ال 30 واللي يقول مش عارف. يا اخي خلينا نخلص من الكلام ده، ما تخليش الاجواء دي تتكلم تاني، خلي الجيش يشتغل ويعمل اللي هو عايزه، احنا مالنا في شغل الجيش. ما يتم في بعض وسائل الاعلام ليلا من حرب وتناحر في اتهامات مباشره للمشاركين في ثوره يناير او تجنوا ضد الامن القومي المصري، ضد الامن القومي المصري، وانا كاعلامي بقول ده، ان قبل كده كنت متحفظ، بس فعلا ما يجري في بعض وسائل الاعلام وبعض القنوات الفضائيه من اتهام مباشر لثوره يناير بانها مؤامره، ده ضد الامن القومي المصري، لان ده لسبب بسيط جدا بيفتت وحده الشعب المصري. احنا عايزين نلم، لازم الدوله تنتبه للكلام ده، الكلام ده مش هزار او تسالي، انت بتثير غضب ملايين من المصريين. يا فندم معاك محمد. يا استاذ محمد احنا من امتى بنتدخل في شغل الجيش؟ لا نتدخل، صح ولا لا؟ وطول عمرنا بنتفرج ونسقف ونقول ده انت ذات، احنا مالنا نتدخل؟ وده يقول انا خبير امني وده يتكلم مش عارف ايه، ده يا اخي اقفل الكلام ده كله، خلي الراجل يشتغل في حاله، احنا مالنا بالكلام ده؟ احنا متخصصين، طلع لنا 60 مليون متخصص. اشكرك استاذ ابراهيم. اخد سلامه من اسوان، اتفضل يا استاذ سلامه. ايوه اتفضل يا حبيبي.
بنتهز هذا العدوان على رجال الجيش واقول لك رابط الجامعه ولادنا ولاد رابط الجامعه. اي واحد النهارده يقف يقول يسقط حكم العسكر هو واقف مع هؤلاء المجرمين. يعني لما يقول يسقط حكم العسكر يبقى هو بينضم لهؤلاء المجرمين. فانا بنادي طلبه الجامعه اولادي وابنائي يعني استاذ الجامعه ان هم بقى يبطلوا هذا النداء، لان هذا النداء معناها الوحيد ان هم يقفوا مع هؤلاء الارهابيين ضد الجيش ضد الدوله. اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يبطل ويتوقف هذا النداء اللي بيلخص صلاح حياتي. ازاي يسقط حكم العسكر وهم العسكر دول اللي ماتوا وبيموتوا وهيموتوا في سبيل هذا الوطن. اتمنى وهذا النداء اوجهه لابنائي. انا استاذ دكتور في جامعه اسوان، بنجي اوجه هذا النداء لابنائي في الجامعه. بلاش هذا النداء السخيف اللي بيظن ان هم معنى كده ان هو يقول يسقط العسكر ان هو بيعتدي على البلد زيه زي هؤلاء الارهابيين. نتوقف بقى ونحب بلدنا ونحب الجيش ونقف مع الجيش عشان نحارب هذا الارهاب. نعم. أب الوجه الأبناء. شكرا لك. أشكرك أستاذ سلامة. تعالوا قبل ما نطلع فاصل في مقدمة حلقة النهاردة نشوف تقرير من منزل أحد شهداء العملية الإرهابية الدنيئة اللي وقعت أمس. كاميرا مساء الخير راحت الفيوم تحديدا مدينة سنورس وعاشت أجواء الحزن على استشهاد البطل المصري الشهيد عبد الرحمن شعبان محمد اللي كان أحد ضحايا الغدر الإرهابي امبارح. عبد الرحمن لسه ما شافش دنيا، 21 سنة. قبل ما نطلع برضو نشوف التقرير عايز اقول لحضراتكم زي ما بدأت المقدمة ان احنا لازم نحيي الايام الوطنية المجيدة في نفوس المصريين وشباب مصر النهاردة. النهاردة بعد الفاصل هيشرفني اتنين من ابطال المقاومة الشعبية في مدينة السويس الباسلة، نستعيد معهم ذكريات اليوم المجيد ونحفز ذاكرة حضراتكم ونقول لشباب مصر الشعب في السويس عم دور بطولي كبير هو والجيش المصري. احنا عايزين الدور ده النهاردة. وهيشرفني بعد الفاصل ابطال السويس الفدائي محمود طه والفدائي فتحي عوض الله. خلي بالكم. وايضا مش هننسى واحنا بنتكلم على الارهاب، مش هننسى بكرة لازم نتكلم على المستقبل. النهاردة انا معايا قامة مصرية رفيعة كبيرة، خبير اقتصادي عالمي جاي بيشرفنا النهارده في مساء الخير، الخبير المصرفي العالمي محمود ابراهيم. وبالمناسبه هو حفيد طلعت حرب باشا. فاكرين طلعت حرب اللي مره اتكلمت فيه هنا في البرنامج وقلت كم طلعت حرب احنا محتاجينه النهارده لما جه الحديث على المشروعات القوميه الكبرى؟ عايز اقول لكم طلعت حرب اي حاجه فيها مصر هو اللي عملها. جمع فلوس من جيوب المصريين وعملها. عمل لك بنك مصر، استوديو مصر، مصر للطيران، مصر للغزل والنسيج، مصر للسياحة، مصر أي حاجة فيها مصر طلعت حرب اللي عملها. وما بيقولوا لي في الكنترول في ضغط تليفوني ولازم واحد بيلحي عمر من المنصورة عايز يشارك. اتفضل أستاذ عمر. أستاذ عمر طيب اتفضل يا أستاذ عمر. طب كريم من الأليوبية التقرير جاهز يا شباب؟ طيب فندم صحة الله، بس يا ريت والنبي كريم تقفل التلفزيون. اتفضل كريم قول مداخلتك. حاضر يا باشا. ازيك يا باشا؟ ازيك يا حبيبي؟ قول لي احنا بنعزي انفسنا والشعب المصري، قول لي تشارك معانا يا فندم. ايوه سامع حضرتك يا استاذ كريم. حضرتك يا فندم انا بقول يعني القصاص للشهداء. القصاص شايفه ازاي؟ نعمل ايه؟ ودورك انت نعم؟ كمواطن، دورك كمواطن ودوري كمواطن نعمل ايه؟ دوري كمواطن يا فندم انا نفسي ابقى في الجيش، الجيش اهالينا اللي بيموتوا دول، ده حرام بجد. معاك، اضم الصوت لصوتك، وده اللي النهارده الرئيس السيسي طالب بالمصريين، وقال لازم نكون ايد واحده، شعب وجيش وقياده. خلينا نروح نشوف هذا التقرير من الفيوم. ده
قلت له في معهد عالي في شبرمنت، قال لي مش هدخل، انا ادخل الجيش. ليه يا عبد تدخل الجيش؟ كان ال 4 سنين شبرمنت وتبقى ظابط في القوات المسلحه. قال لي بحب السفر، نفسي اسافر بره مصر. كان دايما، فما كسرت الروش يعني رقعة، خلاص براحتك براحتك. فسبت له الحرية، فقلت له اختار دايما الأحلى. هو اختار أحلى شيء، يعني اختار أن يكون في الفردوس الأعلى. قال إذا كانت بقى في شيء غير كده مش عارف، مش عارف هقول إيه. بقول احتسبه عند الله سبحانه وتعالى، وربنا يصبر أمه وأخواته وجعل السكينة عليهم وعلى أخو محمد. والله طبعا أنا كنت مصاب في الجيش، وعبد الرحمن بيطلع الورق، فبقول له عبد الرحمن أنت مش خايف يعني إن أنا مصاب؟ قال لي لا، ده أنا نفسي أروح سينا. سبحان الله، يعني أنا لقيته هو بيقول نفسي أروح سينا، لقيته ورقه بدأ مركز تدريب، لقيته راح العريش. حتى بقول له مش خايب ده؟ قال لي لا 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 لا. وسبحان الله يعني ربنا نبي اختار يعني، الله يرحم. ألا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. نحتسب شهيد عند الله، وإن شاء الله زمايله هيجيبوا حقهم وياخدوا بطاره، والبلد هتنضف، وكل اللي بيحصل ده هيعدي، دي فترة وهتخلص. إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى معانا مع أولادنا، وابننا مش كتير على الله ومش كتير على البلد، وبنحتسب عند الله سبحانه وتعالى شيء. ابني حبيبي يا نور عيني، بيضرب بيك المساء، كل الحبايب بتهنيني. طبعا ما انا ام البطل، ابني حبيبي يا نور عيني، بيضرب بيك المساء، كل الحبايب بتهنيني. طبعا ما انا ام البطل، ولد الحر اتربى وشبع من سيرك، اتقوه من عظمة شمسك، اتعلم على ايد احرارك، اتسرح بإيمانه وابنك. اتربى وشبع من سيرك، اتقوه من عظمة شمسك، اتعلم على ايد احرارك، اتسرح بإيمانه وابنك. شد الرحال، شد الرمال، هد الجبال، هد المحال، زرع العالم. دعا العدو ان السويس احتلت. هل احتلت السويس؟ لم يتمكن العدو من احتلال السويس، ودمر جميع دباباته التي حاولت دخول السويس، وتمسكنا بالسويس وظلت صامدة ولم ينل منها العدو أبدا. استشهد تحتك وتعيشي انتي، يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي، استشهد تحتك وتعيشي انتي، يا بيوت السويس يا بيوت السويس. ان شاء الله النصر دائما لمصر، ومصر لن تنكسر ابدا مهما كانت حرب الارهاب قويه. يوم 24 اكتوبر من كل عام بنحتفل بذكرى عيد قومي مجيد لشعب السويس البطل. يوم 24 اكتوبر نجح الاسرائيليون انهم يتسللوا لمدينة السويس عبر قصة الثغرة الشهيرة اسمها ثغرة الدفرسوار، ووجدنا القائد العسكري الاسرائيلي الشهير
إيرل شارون ان هو داخل السويس وتصور واهما ان هو يستطيع ان يسحق السويس ويحتلها ويحط رجله داخل ارض السويس ويبدأ يفاوض الجيش المصري او القيادة المصرية. لكن فوجئ بنيران من المقاومة قام بيها شعب السويس البطل. امبارح الارهاب تصور ان هو لما يجي يغتال بيد الغدر عدد من خير جنودنا البواسل يبقى كده خلاص قدر ان هو يقتل الروح المعنوية عند الجند المصري او عند الشعب المصري. ابدا، الشعب والجيش هيظلوا ايد واحدة. النهاردة لازم اذكر باليوم الوطني 24 اكتوبر، ونطلع منه بدرس مهم ازاي يظل الشعب والجيش ايد واحدة. خلوني ارحب باتنين من فدائيين السويس اللي قدروا يقاوموا العدو السويس العدو الاسرائيلي، اتنين من ابطال مصر. الفدائي البطل محمود احمد طه، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. الفدائي محمود احمد طه شارك في حرب الاستنزاف وحرب اكتوبر، والفدائي البطل فتحي عوض الله شارك في العدوان الثلاثي والنكسة وحرب الاستنزاف وحرب اكتوبر، اهلا بحضرتك. خليني ابدأ بالفدائي البطل محمود احمد طه، وعاوز اعرف كيف وصل ليك في كشعب السويس خبر وصول الجيش الاسرائيلي داخل السويس؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، انا يعني قاعد قدام منك حزين قبل ما اتكلم على السويس. طبعا بترحم على شهدائنا الابطال قواتنا المسلحة او الشرطة الداخلية حصل لها الحزان. اولا احنا في 67 خسرنا اكتر من 150 جندي، دول كانوا تضحية من مصر من اجل تحرير فلسطين والى اخره. النهاردة احنا عندنا استعداد برضو قد اللي احنا خسرناه اكتر منه 50 مرة، مستعدين برضو، وهو الشعب. الشعب المصري لم يتخلى عن قوات المسلحة ولا الشرطة. نعم. لان هم دول الامن والامان لينا. فاذا كان ده حصل، احنا حصل الحاجات دي النهاردة او امبارح او بكرة، مش هتخل فينا اي حاجة. بس بنطلب من الشعب بتاعنا العظيم، لازم مفيش معركة الا وليها خسائر. نعم. ممكن انا، ممكن انت، ممكن اي واحد في اي، نعم، شارع، في اي حارة، في اي مكان متعرض لهذا الموضوع. فاحنا لا يمكن نسلم نفسنا الى شوية اقول عليهم مجرمين ولا اقول عليهم ارهابيين، يعني ما لهمش صفة عند الانسان. فدي حاجة عادية بالنسبة لنا احنا كفدائيين، ومرت علينا هذا الحاجة اكتر من مرة واثنين وثلاثة. اما حتى السويس لما جم يخشوا، فده مبدا عندنا كمصريين، مش سويس، السويس جزء من مصر، جزء من الامه العربيه، انها دفعت من اجل الحريه والرخاء، من اجل الكرامه وارضنا اللي كانت محتله بتاعتنا اللي هي سيناء. لم نطمع في اي حاجه كنش بتاعتنا. كل اللي احنا بندافع عنه ارضنا، وعرضنا كان في ايد العدو، لابد ان احنا نقاومه حتى يخرج من أرضنا. طبعا قواتنا المسلحة يعني الحرب الوحيدة قدرت ترد برد يعني مثل ما هم عملوه هي حرب أكتوبر 73. بس يعني قعدنا أربع سنين القوات المسلحة بعد حرب اليمن استطاعت ترد، يعني ترد الجيش بتاعها والاستعداد بتاعها اللي هو حرب الاستنزاف، وتدمر العدو أكبر خسائر. طب اسمح لي، الفدائي محمود طه وحضرتك كنت قائد الفدائيين في السويس وانت بتحارب العدو الاسرائيلي. لا، قائد الفدائيين في السويس محمود عواد حماد. لكن انا منسق جمعيه المجاهدين. نعم. عاوز اعرف كيف تعاملتم مع العدو الاسرائيلي وانتم كشعب، يعني غير مدرب، غير متعامل مع هذه الاسلحه، مع عدو بيشوفه؟ لا، احنا كنا مدربين اولا، وفي بصمات عملناها على ارض سيناء. نعم. عملنا عمليه، منهم عمليه مشهوره دي يعني فضحت اسرائيل في جميع العالم. نعم. اللي هي عمليه وضح النهار. نعم. كبدنا للعدو
عربتين مدرعة ودبابة، وقتلنا 12 جندي، وأسرنا واحد، وحطينا علم على الضفة الشرقية لمدة سنتين. نعم. خسرت إسرائيل 18 عسكري إسرائيلي من تحت رأس الإعلام. نعم. علشان هم طبعا انت ضربت واحد في قنجر، يعني قنجر في بطن في قلبه وعايز يطلعه مش عارف. نعم. فالعلم يدل ان الناس دي عندها قدرة في اي وقت كان هتحط العلم المصري وهتحط رجليها على ارض الوطن في اي وقت كان. احكي لي ذكرياتك وانت بتتعامل مع العدو الإسرائيلي على ارض السويس. ارض السويس يعني ساتك احنا كنا متدربين جاهزين. وفي منظمه اسمها منظمه الصناء العربيه. نعم. الصناء العربيه دي متشكله من جنودنا القوات المسلحه اللي هي صنعت الفدائيين، وصنعت من اخواتنا البدو ان ازاي نتعامل مع العدو. لان في انسحاب بتاع 67 ناس استمرت في ارض سيناء ما رضتش تخش مصر، اللي هم جنود الاستطلاع، مخابرات الاستطلاع. دول لازم في اي حرب او في اي مكان دول لازم يتواجدوا في المكان ده عشان يبشروه ويدوا اخبار المنطقه للجبهه الداخليه. على اساس يبقى الاستطلاع شغال ويبقى عارف دوره ايه في الارض. بس كان في مواطنين معاك من شعب السويس ما حربوش قبل كده يعني؟ لا كلنا، انا ما دخلتش الجيش. كلام بالسادتك. نعم. انا من مواليد السويس. ووالدي توفى في سنه 51 وانا ما دخلتش الجيش لاني وحيد عيله. نعم. يعني الابن الوحيد. بس مسكت سلاح واتدربت. اي طبعا انا اشكر كل من علمنا حاجه. يعني القوات المسلحه علمتني ازاي ادافع عن نفسي وادافع عن ارضي وعرضي. ما سابتناش، وقبل ما تبعتنا عشان خاطر نروح نضرب اي مكان بتضمن سلامتنا قبل كل شيء امكان. يعني كانت المقاومه الشعبيه تحت اشراف القوات المسلحه. مش القوات كده تجنيدنا، التجنيد بتاعنا. يعني احنا كنا رايحين نتجند في منظمه فتح الفلسطينيه. نعم. وبعدين ما حصلش نصيب، فطبعا المخابرات بتاعتنا هي استضافتنا وهي اللي علمتنا وهي قالت لنا برضو بلكوا اولى بيكم ادام انتوا عاوزين تحاربوا اسرائيل. وفعلا على اعلى مستوى التدريب بتاعنا. طب خليني اروح للفدائي البطل فتحي عوض الله من الفدائيين بالسويس، وخليني اسال حضرتك كيف شاركت في المقاومه الشعبيه ضد العدو الاسرائيلي؟ السلام عليكم. الاول السلام ورحمه الله وبركاته. هي مدن القناه الاسماعيليه وبورسعيد والسويس من زمان عندها حب الفدائيه. ليه؟ كنا محتلين من الجيش الانجليزي. نعم. كنا بنشوف اهالينا، والدي وعمي وخالي بيخشوا على الكامب الانجليزي يعرقوه. نعم. ويضربوا الانجليز. اتعلمنا الفدائيه من صغرنا، مدن القناه بالذات. نعم. الاسماعيليه وبورسعيد والسويس. انا كنت بالضبط في سنة تانية ثانوي سنة 50، وقامت المعركة بتاعت سنة 50. وكنت بعمل ايه؟ كان في حاجة اسمها نحلة بنلعبها بالدبارة كده. بالدبارة كده. كنت اخدها واروح عند حاجة اسمها لاويس في الاسماعيلية. اضربها يجري الجيش العسكري الانجليزي يجري ورا منها عشان يلعبها. ناخد منه السلاح ونجري. او انا اعمل دي وغيري بياخد السلاح ويجري. يعني من صغرنا كنا متعاملين على الفدائيه عشان كنا محتلين. وبعدين محتلين منين؟ من الانجليز. وكان بيقولوا الدوله العظمى اللي لا يغيب الشمس عن املاكها. كنا صغيرين، لكن ما كناش صغيرين في الفكر ولا صغيرين في العمل. كان كلنا اسماعيليه وبورسعيد والسويس فدائيين. بنشوف اهلنا بيطلعوا بالليل، يبقوا طول النهار شغالين ويجوا بالليل يستريحوا، ويطلعوا بالليل يخشوا على الكامب الانجليزي يحرقوه ويموتوا الانجليز وبتاع. فتعلمنا من صغرنا اللي بتوع السويس اسماعيليه وبورسعيد حكايه الفدائيين. وبالتالي لما جالك الاسرائيلي ما كنتش خايف او قلقان؟ لا 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 لا. نعم. انا اتعاملت مع اسرائيل في 67. نعم. وب 56
وانا لسه طالب في الثانويه وبهرج، كنت بروح حاجه اسمها الحرس الوطني زمان. نعم. كان بيدونا السلاح كان نص آلي. كان يدونا البتاع كنا نغسله بالجاز وبتاع ونوضبه، ما كانش حد يقول لنا كنا نفك ونغسله ونوضبه ونمسك السلاح. كنا بنعمل مجموعات في الشوارع هناك اسمها الدفاع الشعبي. نعم. فتعلمنا من صغرنا طعم السلاح ايه؟ طعم السلاح حلو. حلو ايه في الدفاع عن البلد؟ عن النفس والبلد. لكن في اللي بيتعمل الايام دي غلط. ارهاب. ده ظلم. ظلم للسلاح. السلاح معمول عشان الدفاع عن الدين وعن الوطن وعن الارض. نعم. الكليات الخمس اللي ربنا ادالك رخصه فيهم تقاتل قال لك الدين، العرض، الارض، الوطن، المال. دول من غير ما تستاذن قاتل. اتعلمنا التربيه الدينيه كان زمان والتربيه الوطنيه كانوا بيدونا حاجات كويسه. مش عارف واحد فين التربيه الوطنيه. انت شايف دلوقتي اختفاء التربيه الوطنيه. أيوة. من مدارسنا. ايوه بتقلل. أيوة. من النزعه الوطنيه. أيوة. في نفوس شبابنا. ايوه ايوه. لو في التربيه الوطنيه دلوقتي موجوده زي ما كنا احنا موجودين في ابتدائي والثانوي. على ايامك في الابتدائيه والاعداديه كان في لا ما كان ابتدائي عندنا. كان عندنا ثانوي. ابتدائي وثانوي. كان الابتدائي 4 سنين والثانوي 5 سنين. بعد كده بقت ابتدائي واعدادي وثانوي. لكن التربيه الوطنيه المفروض ده احنا عندنا قضاء عظام. قضاء عظام يدونا يدوا تربيه. طب قبل ما اطلع فاصل احكي لي عن ذكرياتك وانت بتحارب العدو الاسرائيلي. العسكري الاسرائيلي اولا جبان. جبان صحيح صدقني. وحق لا اله الا الله. جبان جبان فعلا. انت بتروح يعني انا كمصري بروح طمعان في حاجه واحده بس، يا النصر يا الشهاده. لكن هو كان بيجري. فالحمد لله انا بقول لحضرتك شهداءنا الابرار كانوا صادقين مع الله، عشان كده ربنا اداهم احلى حاجه اللي هي الشهاده. انا كان نفسي ابوت شهيد. انا 77 سنه واتمنى ان امسك سلاح بكره واقاتل في سبيل الله وفي سبيل الوطن. في هذه السن تحب تشارك بسلاحك ضد الارهاب؟ طبعا. طبعا يا ريت. يا ريت اديني سلاح واديني بلد مليان ارهاب. شوف انا هعمل معاه ايه. شايفين هذا الفدائي البطل رغم عمره المديد متعه الله بالصحه والعافيه 77 سنه بيقول لك اديني سلاح ومستعد احارب مع الجيش المصري ضد الارهاب ضد اي عدو. كلنا كلنا. نعم. كلنا. ما دي الروح اللي احنا عايزينها النهارده. طبعا يا ريت. النهارده الشباب انا حزين. انا حزين على ابني. مش على الغرب، على ابني. المفروض ابني يطلع مني شارب مني زي ما انا شربت من ابويا. ما ولا عندهم. تعالى يا ابني. هرجع وهستكمل ده مع حضرتك بس بعد الفاصل، وهينضم لي بعد الفاصل اللواء محمد سلامة الجوهري رئيس وحدة مكافحة الإرهاب بالمخابرات سابقا. نطلع فاصل. أبدا لن تنتهي أبدا، إنني أرجو مع اليوم غدا، ومعي قلبي وعزمي للجهاد، ولقلبي أنت بعد حينه، لك يا السلام والسلام يا بلادي في الرحاب تهون بها أستطيعها بقوادي واسلمي في كل حين. السويس احتلت. هل احتلت السويس؟ لم يتمكن العدو من احتلال السويس ودمر جميع دباباته التي حاول الدخول السويس،
وتمسكنا بالسويس وظلت صامدة ولم ينل منها العدو أبدا. استشهد تحتك وتعيشي انتي يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي استشهد تحتك وتعيشي انتي يا بيوت السويس يا بيوت السويس. 24 اكتوبر يوم خالد في الذاكرة الوطنية، لازم دائما نستعيد ذكراه، عشان كده بنأكد هذا المعنى في برنامجكم مساء الخير. النهارده بيشرفني اتنين من فدائيين السويس وهنتواصل معهم في الحوار، احنا قدرنا معهم جزء من الحوار قبل الفاصل، وبينضم لنا الان سياده اللواء محمد سلامه الجوهري رئيس وحده مكافحه الارهاب السابق بالمخابرات الحربيه. اهلا بحضرتك. اهلا بك يا فندم. مباشره كده، هل هناك دور للمواطن في مكافحه الارهاب ولا الارهاب ده علاقه مباشره بينه وبين الجيش والشرطه؟ بالنسبة للمواطن المصري له دور، طبعا لا ننكر دوره في مواجهة الإرهاب وله دور رئيسي. يعمل ايه؟ ولكن المواطن غير راضي عما يحدث وغير راضي تماما، ولكن المواطن نفسه اللي يحركه، هو مش شايف فيه حركات إيجابية قدامه. المواطن حضرتك، حضرتك أنا من ريف، والريف بنبقى لامسين هذا الموضوع كويس جدا. هناك جميع القرى على مستوى جمهورية مصر العربية، وهناك بؤر موجودة، وجماعة الإخوان المسلمين كلهم ظهروا على وجه الأرض وافتخر بانتمائهم للإخوان المسلمين أيام الرئيس المعزول. كل دول موجودين وما زالوا بيطلعوا حضرتك بيكتبوا العبارات المسيئة، وعلى الجدران وعلى التماثيل وعلى الطرق كلمة كله، والشعب غير راضي، ولكن هو مش شايف أي تحرك إيجابي عشان يحفز همته ويجاب هؤلاء الناس. ما فيش، يعني احنا مش شايفين الشعب طبعا له عامل اساسي المفروض يبلغ. انا يمكن في بعض الناس بتقول لي احنا في ناس بتعمل اعمال معينه ورحنا بلغنا عن اجهزه امنيه ما شفناش اي تحرك. ما فيش تحرك، قلنا مش وقت. يعني المواطن ابلغ هناك جهات امنيه ولم يجد تحركا من تلك الجهات، واتقال لي الكلام ده في بعض القرى عندنا حضرتك في مركز زفته، اتقال لي احنا بلغنا بعض الجهات وما شفناش اي حاجه اتحركت وما زالوا موجودين زي ما هم. ان الناس حضرتك منتظرين ما في تحرك، عايزين اللي يرفع الهمم بتاعتهم، عايزين اللي يحرك مشاعرهم عشان يجابوا هذه العمليات. اللي بيقول الكلام ده يا اخوانا ده كلام خطير ومهم. اللواء سلامه الجوهري رئيس وحده مكافحه الارهاب السابق بالمخابرات الحربيه. السؤال بقى، انا كمواطن ابلغت جهات امنيه وما لقيتش اي رد فعل من الجهات الامنيه، ده تقصير تواطؤ اهمال تفسره بايه؟ يعني مش هقدر اقوله، يعني لا هقدر اقول اهمال ولا هقول تواطؤ، حضرتك ما اقدرش اقول كلمه كلنا يعني ما اقدرش اخون حد. طيب وتقصير ممكن يكون له اسبابه. هل هتوجد لهم مبررات؟ لا مش مبررات. هل هناك في اجهزه الامن اولويات؟ نعم. انا ما اعرفش في اولويه امام جهاز الامن النهارده اكتر من محاربه الارهاب. هل هناك خوف من حقوق الانسان؟ ان هناك يتم تجميع الناس امام الامن القومي للدوله؟ ما فيش حاجة اسمها الكلام ده. المفروض المنظومة تتغير بحر. وأرواح 26 من خيرة جنودنا امبارح استشهدوا. هتكلمنا عن حقوق إنسان إنساني. يبقى إذا المفروض المنظومة تتغير، المفروض كل من هو بيخرب في البلد وكل من هو بيحمل أفكار تكفيرية وتهجير. قول لي المنظومة تتغير إزاي؟ المنظومة تتغير إن كل من هو بيعاد الوطن وأمن وسلامة البلد وبيخرب في القوات المسلحة في الداخلية والمنشآت الحيوية لابد أن يتم القبض عليه. ناخد الناس ده حياتك وناخدها زي زمان، كان انا كنت اسمع كده ما حضرتش. في مناطق عندنا عايزه تعمير كتير، في عندنا مناطق الوادي. تاخد الناس دي الشباب اللي هم عاملين فتوات وعاملين زي العربجيه لما اخذ في الكلمه وبيطلعوا يخربوا، تاخد الشباب ده اللي هو مش لاقي حد يشغله، يتاخد يعمر الصحراء ويقعد هناك يقعد 10 15 سنه يعمرها. انما احنا سايبين الناس، سايبين اللي بيحصل في الجامعات حضرتك، سايبين في ما زالت مفاصل دوله، بقولها تاني ما زالت في مفاصل دوله، هناك ما زال في عناصر من الجامعات الاربعه مسيطره عليها ما زالت. ما فيش هواده مع الناس ده حضرتك، ومعروفين ومعروفين مين ده ومين ده ومين ده، كل ده متساب ليه؟ انت كلامك بتقول ان الدوله فعلا
هي في حالة حرب يبقى لازم تتصرف بمعنى الحرب. يبقى لازم تتصرف على الحرب. وياريت يمكن الحرب أقول لحضرتك الحرب له أساليبه والأساتذتنا وعارفين الحرب له أساليبه حضرتك ولا تكتكاته ولا أساليبه المحترمة. ولكن ده إرهاب خسيس ليس له أساليب وليس له أسلوب محترم وليس له أي تكتكات معينة. سيادة اللي هو محمد سلامة أنت بتكلمني على حقوق إنسان امبارح بعد هذه الحادثة الإرهابية اللي راح فيها أرواح 26 جندي مصري نحسبهم عند الله شهداء وهم بإذن الله تعالى شهداء. مفيش بيان واحد طلع من اي منظمة حقوقية تخيل. ولا منظمة حقوقية ولا حماس. ولا يعني ولا حماس. ولا حماس يعني. انت ما بيدل عليها حضرتك. طب انت بكلميش على كده. الشعب بيغلي وعاوز يشارك وعايز يكون ايجابي. النهاردة السيسي في كلمته بيقول لك انا ما خافش الا في حالة واحدة. ان لو العلاقة بين الشعب والجيش ما كانتش كده. ما لا العلاقة من هبدأ حضرتك لم تمر في اي مرحلة مراحل مثل هذه العلاقة اللي موجودة حاليا. طب ما احنا عايزينها تستمر كده. لا بد ان احنا نستمر حياتك بقى. انا بطالب نستثمرها ازاي. لازم في تحفيز الشعب. اشوف الشرطة النهاردة داخل النهاردة عشان تقبض هتلاقي الشعب كلها طالع معاه. يعني لازم في اجراءات استباقيه وتحركات استباقيه من الاجهزه الامنيه عشان الشعب يلتف معاهم ويبقى ايديهم في ايديهم. انما مش شايف اجراءات استباقيه لابد مجرد يعني انا بقول النهارده لو في بلد او في قريه معينه نزلت عربيه الشرطه النهارده ونزلت عشان تقبض هم اللي هيطلعوا هم اللي يجيبوا المرين وهم اللي يمسكوهم جماعه المواطن او الشعب هو اللي بس هو عايز اللي يحركهم هو مش شايف حاجه. طيب امبارح حصلت العمليه الارهابيه على ثلاث مراحل. تمام. الاولى السياره المفخخه وبعدين عارفين انها تتحرك بعديها قوات انقاذ وده اللي زاد من حجم خسائر الارواح. ازاي يعني ما خدناش بالنا ده مش وايه قصه ان كل شهدائنا بقوا بال 25 هل لازم يبقوا موجودين مع بعض بهذا الشكل؟ يعني فين اجراءات التامين والحمايه والمعلومات وال وخاصة انها ليست المرة الاولى وكله 25 والارهابي معقولة راصد بهذا الشكل يعني عارف المكان وفين وعارف ان بعديها بربع ساعة تتحرك سيارة اسعاف وبعديها كذا يعني حافظ ما هو حضرتك الاول كان الجماعات الارهابيه كلها كانت وخاصه انصار بيت المقدس اللي بنتج ليها وحماس كانوا دايما بيتجهوا لاسلوب المواجهه المباشره. نتيجه تضييق الخناق انا بعتبر ان احنا ماشيين في اجراءات صح في مواجهه الارهاب يعني احنا برضو بيتقل مفيش دوله حياتك هتوصل 100% لمواجهه الارهاب بامريكا بعظمتها ولكن احنا ماشيين اجراءات صح. هم حضرتك بيوصلوا النهارده بيدوروا على حتت فيها تمركزات معنا عشان يعمل اكبر ضجه واكبر تاثير نفسي على الناس وعلى الجيش. هو ده كل هدفه. الارهاب حضرتك كلهم بيغير من اساليبه. حضرتك دول بيتدربوا وتم تدريبهم على مستوى عالي جدا. وبيقول ان معظم المنتمين لهذه الجماعات الارهابيه دخلوا سوريا على اساس في حضرتك هنا بتكلمنا على كفاءه الارهاب الارهابيين. بس عايز اقول لك هذا الارهابي داخل على كمين فالكمين قبليه ب 300 متر تفتيش كيف مرة يعني تفتيش حضرتك دي اسئله امام المواطن المصري الاساس المواطن اللي هو انت داخل انت عارف ده كمين المرور بالليل ما بقابلش الضابط ده الا في الاخر يعني انا بعدي واقف لعسكري والزجزاج يعني ازاي المفروض حضرتك من 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 وجهتي المتواضعه من وجهه الارهاب ان في عندي في مكان حضرتك متواجد فيه كمين امني او في غرفه ده زي المنطقه دي تعتبر سريه فيها حوالي 100 ضابط وصف وجندي دي قوام كبير. المفروض هناك هم واحنا دلوقتي عارفين ان احنا في حرب ومستهدفين من جماعات ارهابيه ومحطوطه في منطقه منعزله ومكشوفه من جميع الجهات. المفروض حضرتك بتعمل زي دي الوضع بتعمل نطاقات امن حوالين هذه المنطقه حضرتك بجانب ان الدخول زي ما حضرتك بتقول بزجزاج طريقه كويسه جدا بزجزاج اللي هو الحد عشان اهد العربيه ولكن ما سيبش العربيه توصل للحد المكان عشان يعرضها العسكري اللي جوه. المفروض من بره من اول النطاق الامني الخارجي اللي على مسافه 450 متر اوقف العربيه ويتم تفتيشها ويبقى الناس اللي واقفه هو اتنين واقفين معاهم معدات كشف لما هو لو وقف من غير معدات حياتك افتح الشنطه اقفل الشنطه ما بيتمش حاجه زي ما بنشوف في بعض الاماكن الحيويه موجوده داخل مصر نتكلم بصراحه طبعا خش حياتك افتح الشنطه دلوقتي تخش افتح الشنطه انا بالنسبه لي مول كبير افتح الشنطه اقول له يا ابني ما القنبله ممكن تكون انا حبيها ايه جوه في الكنب على الكنب مفيش حتى بص الشنطه بص الشنطه بيفتح ويقفل وبيقفل. احنا عايزين يبقى يعني اساليب الارهاب بتتنوع وبتتغير كل مره وهم بيطوروا من نفسهم. وقبل ما بيعمل عمليه
لازم بيقعد يومين او اسبوع او 10 ايام بيراقب هذا المكان وبيعرف نقط الضعف اللي فيها، زي ما انا تفكيري لازم ادرس تفكيري الارهابي. فالمفروض ان تقرا من جميع الجهات، اي عربيه تقترب يبقى ده كله مفعول. كنا زمان حضرتك وحركته مع العلم كانت شاكير الرمل ايام حرب الاستنزاف وايام حرب دي موجوده بتحد، ما تعمل ده نطاقات كلها النهارده. يعني ده مش مطبق دلوقتي؟ لا يعني الست بتقولي كنا زمان، ما انت حضرتك بتشوف النهارده على كمان بتاع الداخلي. انا اتكلم على الداخلي اللي بنشوف، انا ما شفتش الصين، ولكن انا بعتقد ان الصين لو في نطاقات امن وفي من بره وقف العربيه دي من بره ما كانش هتخش تنفجر جوه. السؤال اللي مجنن المواطن النهارده، ازاي عدى ووصل كده؟ بيوصل اي كمين حضرتك بتشوف اي مكان، سواء كمين شرطه او كده مكان، هو بيبقى بتخش لحد ما توصل النقطه بيبدا يعارضك. لا احنا عايزين المعارضه بره 300 متر بحيث ان لو فجر نفسي يبقى الخسائر اقل ما يكون في واحد او في اثنين، واللي جوه يبداوا يتعاملوا معه ويضربوا. انما لا حضرتك، هو فعلا بيخش لحد ما بيوصل لجوه. وبعدين خاصه ان ده مش نقطه شرطه عسكريه او نقطه تفتيش، ده نقطه ارتكاز، وهناك عناصر قوات السلام موجوده. يعني في احدث اجهزه واحدث معدات ويمكن الخساره ده كانت انفجرت وبدات اسلحه ثقيله موجوده تبقى تنضرب، واكيد في ذخائر جوه، واكيد في معدات معينه تم تفجيرها، ممكن تبقى في اسطوانات بوتوجاز ما في اعاشه كامله داخليه. نعم. وفي ذخيره، وممكن يبقى في قناه، في يعني في تسليح عسكري موجود. كل دي اسئله مفروض الجهات المعنيه تبقى قاعده بتحللها. لازم يعني المفروض احنا هتحصل عمليات عربيه، وحضرتك العمليات العربيه مش هنقدر نحدها، لان ده هم الاول كانوا بيقولوا لحضرتك ان هم كانوا بيلجأوا للمواجهه، النهارده اصبحوا مش المواجهه، عربيات اصبحوا لاتجاه العربيات المفخخه والاحزمه الناسفه والانتحار. النهارده ده احنا وصلنا لاخطر حاجه عقائديه مع الارهابي، ان انا عقائدا النهارده ندخل اموت نفسي عشان ادخل الجنه، دي طبعا طب خليني اروح للفدائي محمود احمد طه والفدائي فتحي عوض الله، وعايز اسال حضراتكم. سياده اللواء سلام الجوهري بيتكلم على تعاون مواطن مصر النهارده بيبلغ جهات امنيه معينه وما بتشتغلش مثلا، او هناك نوع من انواع الاهمال مثلا. حضراتكم انتوا ايام المقاومه الشعبيه كان في تعاون معلوماتي بينكم وبين جهات الامنيه، وكنتوا تجدوا استجابه ولا ما كانش في استجابه؟ لا كان في طبعا استجابه. كان في استجابه، لان احنا يعني ما فيش 3 كيلو ولا 2 كيلو بيننا وبين اسرائيل قرابين. وبعدين يعني ازاي بينكم وبين اسرائيل وانت بتتكلم في سيناء؟ انا بتكلم ان انا قاعد في السويس. السويس يعني بيننا وبين الاسرائيلي يعني الاسرائيليين على صح هم ما كانوش لسه سابوا سيناء. فاي حاجه بنشوفها غلط بنبلغ عليها، وكنت تجد استنفار وبنتعامل معاه على طول. بس في حاجه هنا بقى، انا يعني اتفضل. انا بسافر لعريش والطور، يعني حاجه يعني برضو بتخلي البني ادم يعني هيعملوا اكتر ايه من الامن. قولي. يعني انا اخر مره لقيت في بالنسبه لقواتنا المسلحه ما فيش تعدي اكتر من حوالي 30 كيلو او 20 كيلو في خدمه متحركه. طيب لما يكون في خدمه متحركه يعني بتفاجئ الانسان وهو ماشي، مش زي ما قال سياده اللواء ان هم قاعدين في مكان واحد، لا مش ثابتين، في متحركين. في وديان بتبقى بين الحاجات دي من الجبل، يخشوا من الجبل ويطلعوا من الجبل. نعم. الناس دي لازم ليها عيون، اصل ما تجيبش واحد من اخر الدنيا وتقول له خش في سينا ويطلع بره ينسف. نعم. ما تنفعش، لازم يكون له ناس بتساعده على هذا الموضوع. الناس دول منين؟ دليل ادله، دليل مناهج، دليل. في ناس يعني نفوسهم ضعيفه. نعم. ياخدوا فلوس وياخدوا مصريين وينتموا الى ما تقولش عليهم مصريين بقى هنا سكان يعني ما تقولش عليهم مصريين، دول مجرمين بيساعدوا الارهاب. يعني الجيش بصراحه مش متاخر، يعني بقول اقرب حاجه يعني من اسبوع القوات المسلحه والشرطه بيفاجئوا الناس في الطريق. انا اتفتشت اكتر من 5 مرات مبسوط طول الطريق، ولكن برضو ما بيخدمش الانسان في بعض حاجات. طيب الاستاذ فتحي، هنا مثلا بيتهم الفدائي محمود احمد طه بان هناك بعض الخونه اللي خانوا الوطن. في السويس كان في حاجه زي كده وانتوا بتحاربوا؟ كان في برضو بس كان على خفيف. على خفيف يعني. واحد طلب مني انا بعد اذنك يا فتحي، بعد كان في الاوضه عشان تخش السويس لازم يكون معاك تسريح. نعم. بدخول البلد،
يجي واحد يقول لك ايه تشوف لي تسريح بس ب 20 جنيه او 30 جنيه في عز ال 20 جنيه اللي كانت 20 جنيه، طب هو عاوز ياخد التسريح ليه ابو 20 ولا 30؟ طيب اروح للفدائي فتحي، هل انت شايف ان في فجوه ما بين الجهات الامنيه واهالي سينا؟ الايام دي لكن قبل كده لا. سببها ايه؟ وانت راجل حاربت وشاركت وعشت في سينا، هل تقصير من الحكومه؟ عدم الثقه. مين اللي ما بيثقش في مين؟ الشعب دلوقتي السيناوي ما بيثقش في الشرطه. الشرطه وغصب عنها الشرطه ما بتعملش حاجه الا بالقانون. لكن الشعب بتاعنا عاوز يطبطب عليه. احنا ايامنا ما كانش فيه طبطبه، كان في عمل. والعمل هو ده اساس النجاح، وزي ما قلت لسيادتك تربيه دينيه تربيه عسكريه للشباب، ده هيبقوا اقوى شباب في العالم. سياده اللواء سلامه، ازاي ارجع العلاقه تكون طيبه او طبيعيه بين اهلي نفسينا واجهزتنا الامنيه؟ اعتبره مواطن من الدرجه الاولى وليس من الدرجه الثانيه. صح. بمعنى لازم تفتح له جميع الاماكن الحساسه ويعامل ان الراجل ده وطني وبمصداقيه تماما. يمكن بدا علمت ان بدا الرئيس عبد الفتاح السيسي ان الكليات العسكريه قبل هذا العام من اهالي سيناء كليات الشرطه والقوات العسكريه. قبل ذلك لا. الاجهزه النيابيه، الاجهزه الحساسه، الامن الوطني لا. فاذا هم خدوا نظره ان هم غير وطنيين او هم مشكوك في هويتهم. العربيه بتاعتهم لما بتيجي بتعدي، هو جايب عربيه ومعدي من المعديه او داخل، بيتم تفتيش العربيه كله، ينزل من العربيه ويمكن اللي بره تتخلى عشان ده من سينا ومعدي جوه، يبقى اذا بيتبص له بنظره اشتباه ونظره مخدرات ونظره. زي ما الاستاذ فتحي قال، هو حضرتك ما فيش، هو اللي ما فيش عنده الثقه بالنسبه، مش بقول للاجهزه، للدوله، لان الدوله اصلا اهدرت حقه قبل كده، فدي لازم ترجع تاني. اهدرت حقهم قبل ثوره يناير، المفروض بعد يناير و30 يونيو القصه تبقى مختلفه. المفروض خلاص هو بدات، قلت لحضرتك بدات في قبول منهم اعداد في الكليات العسكريه وكليات الشرطه، بدات فعلا. من العام الماضي بدات. طيب ايه رايك في القرار اللي اعلن النهارده ان احنا على عمق كيلو ونص بيننا وبين الحدود مع غزه بطول 14 كيلو هنزيل المنشآت ونرحل اهالي ودي تبقى منطقه عازله؟ هل القرار صدر فعلا حياتك ولا اقتراحات؟ تداولته وسائل الاعلام النهارده الرئيس السيسي كان بيشير ان احنا هنتخذ اجراءات في هذه المنطقه. يعني انا يعني ده يحقق لنا حمايه اكتر من بيوتنا؟ طبعا مش هيدخل ارهابيين يتسللوا على الاقل فيهم رشوه بتوعهم يعني ممكن يحقق الكلام ده، ولكن لا الانفاق ممكن حضرتك يتعمل الجدار العازي يرجع يتعمل تاني. الجدار العازي يتعمل، خرساني ينزل يسد، لان الانفاق بنعملها بس بنيجي من عندنا بنهدها، هي موجوده البدايه بتاعتها في اسرائيل، بيروح طالع بدل ما طلع كده بيروح مطلع التفرقه في اتجاه تاني، يروح كده التفرقه شمال، عارف حضرتك زي القط والفار، يعني قفلنا يروح طالع في حته تانيه ويطلع في البيوت. دي مش هتحد، الجدار هيحد. هي طبعا هتخضع على الارهاب لفتره، ولكن هل الناس دي هيبقوا راضيين عن هذا؟ هذا الانتقال. اهالي سينا لان ليهم عيشتهم وليهم عيشتهم البسيطه وباسلوب معين. ولا يعني ولا احنا هناخدهم هنرجعهم لورا شويه، ولا هناخدهم هنعديهم الغرب تاني ندخلهم جوه؟ انت كرئيس وحده مكافحه الارهاب بالمخابرات الحربيه رؤيتك انت يعني؟ انا مبدئيا كده ارفض تهجير مواطن لو جوه سينا، ماشي يعني بتنقلني انت من القاهره من اكتوبر لمدينه نصر جوه العصر، كام كيلو جوه ما هنا. لكن انت تنقله بره سينا ده يعمل قبائل، لانه يعني زي ده ممكن يتحول لك ارهابي، ممكن يخش في العريش بعد العريش برضو كده، بس برضو شوي في محيط المنطقه نفسها. لان ناس حياتك يقول لك يعني تشيلني منها تبقى خدت روح. نعم. هم كده نشأوا فيها ولهم اعمالهم الفدائيه، الناس الكبيره بالذات اللي هم اعمالهم فدائيه ايام الحروب الكلام ده كله كان فيه يعني. انت ترى انه مش
مش مناسب ولا عمل ان احنا نهجر لا نهجر ولكن ننقلهم ونعمل لهم المباني المناسبه اللي هي المشابهه لمبانيهم بالضبط اللي هم بيعملوها بقاعاتهم بالحوش بالكلام ده كله ويرجع لورا كام كيلو ورا بحيث تبقى دي منطقه عازله مقبول انما يشيلوا من سينا خالص لا هيبقى غير مقبول انت ترى ذلك ارى ذلك من وجهه نظر طيب الحديث النهاردة الفدائي محمود احمد طه كان بيتكلم على فكرة ان احنا عايزين الشعب والجيش يكون ايد واحدة لازم السؤال لحضراتكم ازاي اخلي الشعب والجيش ايد واحدة وما يعديش حد في النص يفسد هذه العلاقة ما خلي بالك الشياطين لسه في الجحور أيوة أيوة طبعا يعني اوعى نفكر ان احنا بعد 30 يونيو الدنيا زي الفل والكلام ده لا لا هو شوف حضرتك عن نفسي انا اللي بتخيله المعامله يعني ضابط الجيش ضابط الشرطه يعامل اللي داخل له الاسم او اللي بيشتكي له مظلمه ليه او ليه اي حاجه بالحسنى يغلط في قانون لكن يتعامل معامله انسانيه المعامله الانسانيه دي هي اللي بتخلي الانسان يعمل المستحيل لازم يبقى في معاملة إنسانية بين ضابط الشرطة والمواطن المصري والمواطن المصري مع عليه واجبات لازم يعملها حيال راجل الأمن اللي هو راجل الشرطة إن يعاونه ويقول له على كل حاجة هو شايفها غلط يقولها له عشان هو دي شغلته لازم يبقى في تعاون بين الاثنين وصدق في المعاملة الجيش دربكم على حمل السلاح والكلام ده وجاب الشعب السويسي اثناء المقاومه وعلمه ولا كل مواطن سويسي بالحماس اشتغل لا ضد لا. الاسرائيليين هو في نوعين نوع من حمل السلاح ساعه ما بيجي يحصل اي مثلا حرب او حاجه زي كده في تطوع باب تطوع الناس كلها تخش وتستلم سلاح بيسيب البطاقه بيديله البندقيه نعم. كده نعم. لكن في حاجه تانية بقى اللي هو التدريب عشان خاطر الناس هتخش تعمل عمليات وحاجات دي ليها وضع تاني بقى بيعلمك ازاي تمسك القنبله بيعلمك ازاي تنسف يعلمك ازاي تنزل من الطياره يعني شغل صعقه وشغل مظلات ده الفدائي اللي هو هيعتمد عليه يخش جوه خلف خطوط العدو ويشتغل شغله المطلوب منه رئيس وحده مكافحه الارهاب بالمخابرات الحربيه السابق كل في خطوات محدده انا كمواطن وبشوفك دلوقتي واحد اتنين تلاتة اربعة بيهم بهذه الخطوات استطيع ان اطمئن ان مصر في طريقة للقضاء على الارهاب ان شاء الله دي. اول حاجة يبقى في مجاوبة لجميع اي بيانات بيتم الاختراع عن الاجهزة الامنية تتاخد بايجابية التجاوب واحد التجاوب مع بلاغات المواطنين ده اساسي نعم لا يتم اهمالها او اطنش لا يتم اهمالها فتح الباب او يبقى في ارقام معينه او اماكن معينه يتم الابلاغ عنها دون الدخول في تفاصيل المبلغ هويته وسين وجيم وكان كل ده هيبعد المواطن تماما عن, نعم. عن هذا المكان الحاجه الثالثه بس هي مش مكانها دلوقتي اللي هي البنية التحتية بتاعة البلاد يعني انا لما اشوف النهاردة مواطن انت كده داخل على الاقتصاد يعني يعني ما انت شايف مش داخل الاقتصاد انا بتكلم مش هقول اقتصاد حضرتك على النهاردة انا البلد ما لقيش عندي النهاردة اقوام الزبالة موجودة في البلد ما لقيش النهاردة الحكم المحلي عشان فلان نازل يقوم الطريق يتنضف له ده يخليني افقد الانتماء ببلدي بيخليني ابقى مستاء ابقى مستاء يعني ابقى مستاء عارف حضرتك يعني لازم الطبل والزمامير لازم تخلص لازم ده يعني مثلا احنا دخلنا عهد قديم وقلنا كلنا العهد اتشال والكلام ده كله خلاص وداخلين منظور جديد المواطن عايز يشعر بهذا الكلام احنا عندنا حضرتك الرئيس بتاعي بيكافح وبيناضل وبادئ المنظومه ديت ومعاه رئيس وزراء محترم صح بينزل من سبع صحف ويشتغل هل هناك جميع الوزراء بياخدوا نفس لا هل ولا المحافظين هل جميع المحافظين وانا بقولها لك على الهواء بس الغالبيه حضرتك في قاعدين في التكييفات لما بينزل زيارات مخططه بيتم بالطبل والزمر القصه موجود عايز المواطن يشعر على ارض الواقع ان هناك انجازات حقيقيه عايز يشعر ولما انا راح اقول له حاجه اشوفها واشوف اجراءات ايجابيه بتتم
على ارض على ارض الواقع. الاباتشي في طريقه الى القاهره، تمام، هل ترى بان احنا ندخل بقوه عسكريه عنيفه في سيناء والكلام ده، ولا ده ممكن يتم استدراجنا فيه ونتحمل خسائر؟ انا رايي ان تعمل خطه بقى وتعمل حاجه زي كماشه وتتخذ سيناء من شرقها لغربها، من الشمال للجنوب، زي حضرتك كده ناخد خط مواجهه بقوات ونبدا ناخدها مسحه، حضرتك ناخدها واحده واحده لحد ما نخش لجوه، يا اما نخلص عليهم يا اما اسرائيل تاخدهم. يعني طيب الارهابي ده موجود في سيناء ولا بيجي لي عبر الانفاق؟ لا يعني هناك هناك عناصر كثيره موجوده داخل سيناء، بس مش موجوده لا في لا ناحيه رفح ولا في الجنوب، هي موجوده في الوسط، تيجي فيها هناك سد جبل حلال في منطقه اسمها المهديه في شيخ زويد، في مناطق معينه فيها الكهوف وفيها الكثبان الرمليه اللي مش اي حد يقدر يدخلها الا هم الناس المدربه على هذه الطرق. بس في كلام على ان العمليه بتاعت امبارح شهدت تكتيك جديد من الارهابيين. ما تكتيك حضرتك ان ثلاث عمليات في عمليه واحده. ايوه، ما عمليات النهارده تفجير بيلفت الانتباه لحاجه معينه، بيجي الضرب من مكان تاني، تبدا تخلى وما زال متصيدك، زي حضرتك التفجير بيتم تفجير عشان قوات الامن تيجي تشوف مكان التفجير، بعد نص ساعه يتم تفجير القنبله الثانيه، بعدها بنص ساعه تتفجر عشان اكبر كم المصابات. ده طبعا هم ده اقرب لتنظيمات مين؟ انصار بيت المقدس، انصار بيت المقدس، اجناد مصر، انصار بيت المقدس، وانصار بيت المقدس هي منبثقه وتدريب حماس، انما هي حماس مش هتنفذ هنا، حماس بتدي انصار بيت المقدس، وانصار بيت المقدس دايما بتخش او من ضمن اهدافها او من ضمن تكتيكاتها هو تكفير، هو التكفير ده نمره واحد. الحاجه الثانيه محاربه الاجهزه الامنيه، يعني هي انصار بيت المقدس اساس مهمها هي الاجهزه الامنيه، سواء الجيش او الشرطه، هي هو ده اساس عملها، وبتميل لعمليه التفجيرات، ولان كل جماعات حياتك لها اساليبها ولها طرق. انصار بيت المقدس من الناس اللي بتميل للتفجيرات والعزيمه الناسفه، العربيات المفخخه، هي دي من ضمن اساليب انصار بيت المقدس. عايز ناكد ونشير بان جميع الفصائل الفلسطينيه ادانت العمليه الارهابيه اللي حصلت امس باستثناء حماس، وده جزء مهم لازم نكون حاطينه في ونحطه في اعتبارنا والكلام. خلوني وانا بني فقرتي اشكر سياده اللواء محمد سلامه الجوهري رئيس وحده مكافحه الارهاب السابق بالمخابرات الحربيه، واشكر ضيوف الاعزاء الفدائي محمود احمد طه شارك في حرب الاستنزاف وحرب اكتوبر والمقاومه الشعبيه في السويس اللي امبارح كان عيدها القومي، ثم اشكر الفدائي فتحي عوض الله شارك في العدوان الثلاثي والنكسه وحرب الاستنزاف وحرب اكتوبر. بشكر حضرتك. شكرا. مش معنى ان حصلت امبارح حادثه ارهابيه يبقى احنا مش هنتكلم على المستقبل. الفقره الجايه حديث على المستقبل بيشرفني فيها الخبير المصرفي العالمي الدولي الاستاذ محمود ابراهيم، وهو حفيد طلعت حرب باشا. خلفية وطنية ونشأة مصرية خالصة، اتولد حلم الاقتصادي الرمز في تاريخ مصر محمد طلعت باشا حرب من حي الجمالية ورحاب منطقة الحسين بإنشاء بنك مصري يحفظ للقرار الاقتصادي للبلد استقلاله وقوته ويحميه من سيطرة البنوك الأجنبية. ورغم ان حلم السنين العشرة الاولى من مسيرته المهنية اتنقل فيها الشاب طلعت حرب بين اكتر من وظيفة مرموقة زي ادارة مكتب المنازعات ورئاسة قلم القضايا وهو شاب في الثلاثينات من عمره، الا ان حلمه الكبير فضل عايش جواه من بداية عودته سنة 1911 لغاية ما جت الفرصة بعد ثورة 1919 علشان ينشئ بنك مصر سنة 1920، واللي اعتبر وقتها نقطة البداية لمرحلة الإصلاح الاقتصادي وخطوة على طريق الحرية من الاستعمار الإنجليزي. ولأن حلمه بإنشاء بنك مصر كان مجرد وسيلة مش غاية، أسس طلعت حرب عدد كبير من الشركات اللي على أكتافها
عامل الاقتصاد المصري في فترة تاريخية كان لازم البلد فيها تتحرك لقدام، وقت ما كان العالم بيدفع ضريبة الحرب العالمية الأولى. وعلى مدار 20 سنة استثمر طلعت حرب كل اللي درسه من علوم الاقتصاد المتطورة ونظريته لاحتياجات البلد، وأسس أكتر من 40 كيان اقتصادي عملاق كلهم بدأوا باسم مصر في مجالات الطيران والمحاجر والسياحة والصناعة والطباعة والنقل. ده غير تفكيره المبكر في إنشاء شركة استوديو مصر سنة 1925 اللي ساهمت بدور عظيم في تاريخنا الفني وريادتنا للصناعة دي في العالم والمنطقة العربية. ده غير الدور الوطني والمساهمة المالية اللي بادر بيها لتأسيس النادي الأهلي سنة 1907. وبعد أزمة اقتصادية كبيرة مرت بالبنك سنة 1940 وتواطؤ أكتر للضغط على طلعت حرب لتخليه عن رئاسة بنك مصر، استجاب طلعت حرب وقال جملته الشهيرة: فلأذهب أنا وليعيش البنك. وبعدها بسنة واحدة توفي الاقتصاد العملاق يوم 13 أغسطس سنة 1941، وودعه رموز الدولة ومفكريها وفنانيها وشعرائها وجموع الشعب في جنازة مهيبة. مالنا في جنين المال وفي أعداد وراء الظالم، إن يكن الله مش مفروض ان الحادث الارهابي البشع اللي وقع امبارح بحق جنودنا الابطال الشهداء ان هو يخلينا ننسى بكرة. لازم ان احنا نكون عينينا نحارب الارهاب وعينينا على الحاضر والمستقبل. في هذه الفقرة بنستعيد فيها روح واحد من بنات مصر العظماء طلعت حرب باشا، زي ما قلت لكم في مقدمة حلقة النهاردة، وان احنا محتاجين شخصيات زي طلعت حرب باشا. وقلت لكم هو عمل لنا بنك مصر، مصر للسينما، مصر للسياحة، مصر للطيران، مصر للغزل والنسيج. ثم تجد أن حفيده اللي بيشرفني أو بنشرف به في هذه الفقرة أيضا سار على ضرب هذا الجد العظيم. بيشرفني في هذه الفقرة الخبير المصرفي الدولي المعروف الأستاذ محمود إبراهيم. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وأشكرك على هذه الدعوة. وانا قبل ما نبدأ انا احب اتوجه بخالص العزاء لأسر الشهداء ابطالنا اللي ماتوا في سيناء على يد غادرة، ونعزي كل يعني اولا بنعزي انفسنا قبل ان نعزيهم لانه هم اولادنا في المقام الاول والاخير. خليني في البداية كده، انت يعني احد احفاد طلعت حرب باشا من جهة الام؟ مظبوط. نعم. كانت صلة القرابة ازاي؟ يعني هو جد للام؟ هو يعني طلعت باشا كان له 5 اولاد. ولد واحد للاسف مات في سن مبكرة في الشباب. وانا وجدتي واحدة من 4 كريمات طلعت باشا. حضرتك بتستلهم روح طلعت حرب باشا، يعني دي اثرت في تكوينك او اتجاهك وانت مصرفي وطلعت حرب باشا احد يعني الاقتصادي العظيم المصري؟ مظبوط. ده اكيد، لان انا كعملي كمصرفي كان اصلا في عمليات التسويق للادوات الاستثماريه في البنوك. كنت مع بنك ميريل لينش ومع سيتي بنك. في هذا المجال طلعت باشا كان دايما له حكمة وكلمة، وهي العبرة بالخواتيم ولا يمل أبدا. فأثناء ترويجه لفكرة بنك مصر سافر في جميع أقطار مصر وراح قابل ناس أعيان قالوا له: يا ابني احنا مش فاهمين انت بتقول لنا ايه، خد 20 جنيه. فضحك يعني لما الواحد يعني في اثناء العمل بيجيلنا كميات حاجات لا تخطر على بال. والواحد لازم ياخدها بصدر رحب. يعني انا دايما بحب اصور حاجات الواحد في عمله يكون مثل البحر ترسل موجة بعد موجة، ولا تسأل لماذا ارسل الموجة ولكن ترسلها وانت تتحكم فيها، لانك ممكن ترسل موجة ظريفة ولو في حاجز جامد ترسل تسونامي. فهو الواحد لا يكد ابدا، ولازم الواحد يبقى مصابر
وده دي ده اللي عمله طلعت حرب باشا. مظبوط. هل تعتقد ان السيره العطره اللي طلعت حرب باشا بكل تفاصيلها وصلت للاجيال المصريه، ولا فقط احنا نفتكر ليه تمثال وبنك مصر؟ يعني انا بعتقد للاسف لم تصل، لان انا يعني احكي لنا عن الحاجات الاساسيه اللي احنا ما نعرفهاش. يعني الحاجات يعني مثلا انا في المدرسه ما كانش في اي كتاب تاريخ سيره لطلعت حرب مثلا. وبعدين الحاجات اللي احنا الحاجات اللي للاسف ما عليهاش تركيز، يعني طلعت باشا كتب عليه كتب في مصر. وانا اكتشفت بالصدفه ان ام كلثوم غنت لطلعت حرب بعد وفاته في ذكرى وفاته. ان بدون قطع حديثك هو الذي اسس وانشأ شركة استوديو مصر. مظبوط. وانتج لها احد الافلام. مظبوط مظبوط. وبعد هذا مثلا امير الشعراء احمد شوقي كتب برضو قصيدة شعر في طلعت حرب وانجازات بنك مصر. وهذه مش ناس كتير يعرفوها. وده على المستوى المحلي. على المستوى العربي كان اشهر شاعر في هذا الوقت جبران خليل جبران، كتب قصيدة في انجازات طلعت حرب وبالذات المحلة الكبرى. وعلى المستوى العالمي لسه من 20 سنة زرنا احد الباحثين من جامعة برينستون وألف كتاب عن طلعت باشا حرب، اسم الكتاب ايه؟ Challenging Colonialism، والمؤلف اريك ديفيس، يعني تحدي الاستعمار. فطلعت حرب جيب فكرة في وقت، يعني انا هشرح لحضرتك احنا شغوفين ان احنا نسمع، لان برضو من دراساتي انا بعشق التاريخ والاقتصاد طبعا، فلقيت ان في مصر لها في عصرها الحديث ثلاث دورات، لها ثلاث نهضات هذكرهم وبعدين هنيجي لكل واحد. النهضة الاولى تحت محمد علي باشا. نعم. وتفصل فكل نهضة لها سمتين مشتركتين، هي الاولى انها بتقوم بعد القضاء على نظام فاسد لا تستطيع به اي دولة ان تكمل او تصنع نهضة، وان الفترة الزمنية بين كل نهضة والاخرى تبقى حوالي 100 سنة اكثر او اقل 10 سنوات. فالنهضة الاولى كانت تحت محمد علي باشا 1805 تولى السلطة. نعم. مظبوط. 1811 تم القضاء على المماليك ونظامهم الفاسد اللي كان بيفرض مذبحة القلعة التوات، وحصلت مذبحة القلعة. انا هقف شوية عند محمد علي ليه؟ لان برضو في معلومات لم ندرسها في كتب التاريخ للأسف. كان من اول تعاون بنتائج ممتازة تعاون غربي مصري تحت محمد علي باشا. 1815 ماذا حدث؟ حدث المعركة الشهيرة المصيرية، معركة ووترلو، اللي هزم فيها نابليون قصاد الانجليز والبروسي، الانجليز تحت ويلينغتون. وكان بيحارب مع نابليون في هذه المعركة كولونيل اسمه كولونيل ساف. بعد ما نابليون انهزم، وهحكي حاجة طريفة معلش يمكن خارج البرنامج في هذا، روتشايلد طبعا اكبر مليارديرات اوروبا بعت جواسيسه الى هذه المعركة يقولوا له نتيجة المعركة هتبقى ايه. ودي كانت من اوائل التلاعب في السوق. قالوا له نابليون خسر والانجليز كسبوا. راح نشر في لندن، كان في لندن، ان نابليون انتصر وان الانجليز انهزموا، فالبورصة وقعت. راح لمم كل الاسهم، ولما جه الخبر حقيقي طبعا عمل ملايين الملايين. راح باع. معلش دي اصلا يعني حاجه بتحصل دلوقتي، ما زال يعني الحمد لله ما بتحصلش، بس جه وقت كانت بتحصل حاجات كده في البورصه. فهذا الكولونيل ساف استدعى محمد علي الى مصر 1816 وهو سليمان باشا الفرنساوي، واتجوز مصرية واسلم، ولحد ما توفى سنة 1860 في مصر. وماذا عمل سليمان باشا؟ تعاون مع ابراهيم باشا اللي هو كان قائد كل الجيوش، ابن محمد علي. ونذكر للتاريخ، يعني انا مش عارف دي حاجة
باين فيها بسالة الجيش المصري والإنسان المصري في ذكاء فطري مثالي من أروع يعني أنواع الذكاء في العالم، ولكن يجب أن تتيح له الفرصة ويتحط في إطار تدريبي يقدر ينمي هذا الذكاء ويبقى عنده روح الفرقة تيم وورك. فحصل ابتدى محمد علي بتكوين هذا الجيش، وحصل تعاون بينه وبين الدولة العثمانية لأن مصر في وقتها كانت تابعة للدولة العثمانية، إلى أن حصل خلافات بينهم انتهت بمعركة نزيب سنة 1839. هذه المعركة هي جنب بيت المقدس، كانت القوات العثمانية مطعمة بضباط ألمان على رأسهم ملك 80,000 جندي يقابلهم 46,000 جندي مصري تحت قيادة إبراهيم باشا. وعشان الجيش المصري تدرب على أساليب الحرب والتكتيك جيوش نابليون قدر انه ينتصر في هذه المعركة، وتقريبا الجيش العثماني أبيد، وكانت خسائر الجيش المصري بس 4,000 جندي. وساعتها السكة اتفتحت للأستانة اسطنبول وكانت مصر داخلة. عايز اقفل سريعا، حضرتك بتحكي ده علشان تقول لنا ايه؟ انا بحكي ده يعني الناس تفهمها لبعض الظروف اللي حاصلة حاليا للأسف، وكلنا نعلمها يعني لن اتدرج فيها، وايضا علشان نوري ان الانسان المصري لو يقتنع انه يتدرب تحت نظام مطور ويستغل ذكائه بتظهر امكانياته وقدراته، ممكن يصنع افضل النتائج. يبقى بني النهضة الاولى محمد علي باشا، مزبوط. بني النهضة الثانية بعد 100 سنة طلعت حرب. انا اقول طلعت حرب باشا. طلعت حرب باشا عمل ايه؟ يعني أول إيه اللي احنا ما نعرفوش؟ يعني لو سألت اي مواطن اذا عرف فطلعت حرب يقول لك بنك مصر. اي بس هذا الرجل انا بتكلم عنه، وده اللي يهمنا عرضه النهاردة طبعا. الفكرة طبعا يعني انه رأى احتلال مسيطر على الاقتصاد فقرر ان يؤسس بنكا مصريا، وكان له نظرة انه مثلا في مجلس ادارة البنك تكون كل الطوائف المصرية ممثلة في مجلس الادارة. فكان في قطاوي باشا مثلا يهودي، وكان في دوس باشا قبطي، وكان في مسلمين اخرين، فكل طوائف الشعب كانت ممثلة في هذا البنك. كانت تعاملات في البنك باللغة العربية فقط، مش عشان هو بيؤمن انه عدم ان احنا نتخذ بحاجة، بس علشان يعمل نوع من الكاونتر بالانس، يبقى فيه لغة عربية في التعاملات. وبنك مصر اقيم على النظام الجروس بنك الالماني، انه بنك بيبتدي بيبقى ده النواة لخلق صناعات وتمويل صناعات اخرى فتحصل فيجر وراها نهضة. وحضرتك خبير مصرف عالمي، ترى ان البنوك المصرية الان بتعمل ده؟ البنوك المصرية الان لانه يعني لظروف مصر يعني بسعر الفايدة حاليا عشان الواحد يقترض لاي مشروع صعب جدا الواحد يعمل بريك ايفن، فلازم في اسعار الفايدة تنزل، بس طبعا للظروف الحالية وعاوزين الجنيه يبقى ثابت على العملات الاخرى، في هذه الظروف من الصعب ان نقوم بهذا يعني. بس ان شاء الله في مرحلة مقبلة اعمل فيها. بني النهضة الثالث هيكون كده عبد الناصر؟ لا. مين؟ لا احنا بنعدي 100 سنة. ايوه. مين بقى؟ انا بعتقد ان انت اخدت محمد علي. محمد علي بعد 100 سنة طلعت حرب باشا. يعني هنعدي 100 سنه كمان، يعني مثلا نقول 1911 وصلنا ل 2011. ثوره مصر، ثورتنا. وانا باخص بالاكتر يعني اقول دي بدايه الثوره، ولكن الثوره الحقيقيه وانا دي ثوره وليست انقلاب، وانا بره كنت بحاول افهم كل الناس ان هذه الثوره، ويوم 30 يونيو 2013 اتصلت بكل اصدقائي في فرنسا ونزلنا الشارع ميدان الاوبرا بعلم مصر، دي كانت ثوره مش معقوله يكون انقلاب وملايين الملايين في الشوارع فدي بتثبت الانقلاب سرقه بالظبط، انما 30 يونيو ملايين المصريين موجودين. واؤكد ايضا ان يناير ثوره، ويناير ثوره ولكن للاسف حصل جرى سرقتها. طيب خليني اروح مع حضرتك على محور تاني وهو المأزق الاقتصادي المصري. يعني وانا ببحث النهارده كمواطن مصري وكقياده عن نهضه اقتصاديه جديده لمصر
زي اللي صنعها طلعت حرب باشا، شايف البداية تكون منين؟ هل من خلال إطلاق مشروعات قومية كبرى؟ هل إن أنا أهيئ الأرض الأول وبعدين كان ينبغي أطلق هذه المشروعات؟ أنت أيضا خبير يعني دولي معروف وحفيد طلعت حرب باشا، يعني أنا قاعد مع شخص يحمل كل شيء جميل. قل لي إزاي أبدأ؟ أنا بعتقد إن قرار سيادة الرئيس السيسي بحكاية بمشروع قناة السويس ده من أفضل المشاريع، لأنه هينتهي في خلال سنة. نعم. وعندنا في لغة الاقتصاد سنة ده قصير الأجل، فده مشروع هيقدر يدخل على طول دخل سريع للبلد. ولكنه طبعا غير كده. وفي نفس الوقت قرار سيادة رئيس الوزراء بإقامة عاصمة إدارية لمصر ده قرار في طريق السويس العين السخنة. مظبوط مظبوط. بس أنا بقى طماع. أنا طماع جدا لما تيجي البلد. أنا نفسي تقام عاصمة شاملة جديدة لمصر. ليه؟ لكرامة الإنسان المصري ولإنتاجية الإنسان المصري. القاهرة الكبرى النهاردة عشان أي موظف يروح عمله أو أي أم تروح عملها بتاخد ساعتين. طب إزاي تطلب منه يركز في شغله وينتج ويحسن من إنتاجيته ويكون له انتماء للشغل؟ وبعدين ترجع بالليل في ساعتين مين فاضي بقى للأسرة ولازم سيدة البيت تربي بس إنشاء يعني عاصمة جديدة مكان القاهرة ده أمر مكلف جدا ماديا ومحتاج يعني إمكانيات مادية ضخمة. أنا مبسوط جدا أن حضرتك أثرت هذه الكلمة، لأن هذه العاصمة يجب أن تكون لها أبعاد عربية وأبعاد دولية. ما إحنا عشان نكسب وقت لما نشوف مثلا دبي، دبي ده رمز للنجاح بس طبعا وقعوا في اخطاء، ودبي دلوقتي وصلوا الاوفر كاباسيتي، يعني ما فيش كامل الطاقه، ما فيش كامل الطاقه، يعني ما فيش سوق في دبي مهما كتروا هيبقوا هيوصلوا لكام. مصر اكبر سوق في البحر المتوسط، هنوصل تقريبا 100 مليون كمان نعم. في سنوات قليله. فدبي احنا ما ننافسش دبي، احنا نجيبهم يشاركونا نبقى امتداد ليهم. نمرة واحد. نمرة اتنين، كل الدول العربية الصديقة اللي وقفت معانا في ثورة 30 يونيو 2013 ندعوهم انهم يخشوا في هذا. غير كده ممكن نقوم بالترويج على المستوى الدولي مع عواصم العالم المتحضر انهم يجوا، كل دولة تخلق عبارة عن حي ليها، يبقى عندك حي صيني، حي ياباني، حي روسي، حي امريكي. دي في العاصمة الجديدة. في العاصمة الجديدة. اللي تقديرك وانت قارئ للتاريخ يبقى مكانها فين؟ بتكلم في الصعيد؟ لا، انا متهيأ لي المكان اللي هو اتحددت فيه العاصمة الادارية ده مكان مناسب جدا عشان نستفيد من قناة السويس. هي العاصمة الجديدة تبعد 60 كيلو عن القاهرة. بالظبط، مع الوقت هيحصل امتداد. طب ما مش كده هتوسع. هيحصل ادماج. هتبقى انت كبرت كده العاصمة ما حلتش مشكلة. لا، ما هو لما كله هيتمركز فيها هيجي بقى هيجي لان القاهره برضو فيها انفراستراكشر، فهيجي امتداد طبيعي هتكمل على القاهره. بس ننسى القاهره شويه، ممكن نعملها عاصمه تاريخيه في الوقت الحالي. ونقوم بهذا. يعني انا سافرت كتير في ظل عملي وكذا مدينه شدت انتباهي، من ضمنها مدينه بوترا جايا اللي هي المدينة اللي هي في ماليزيا العاصمة الإدارية. ودي كانت فكرة مهاتير محمد، دي اللي خدتها مصر دلوقتي وعملت عليها العاصمة الإدارية. وبعدين عندهم نظرة حضارية، يعني حضرتك تتخيل ان هذه المدينة تصميمها ان 40% تكون مساحات خضراء. فلازم ان احنا برضو يكون لنا واجهة حضارية لما نيجي نصمم مدينة، ان ما تبقاش مجرد اسمنت في اسمنت في اسمنت. والحمد لله عندنا الصحراء واسعة كتير. انت ترى بان البداية في العاصمة الادارية الجديدة، وان احنا ندعو دول وحكومات العالم كل بلد تاخد حي وتؤسسه. مظبوط. بمستشفياته بجامعاته بمدارسه بشركاته وفي المقابل ان احنا نطلق الاسم. بالزبط. الحي الصيني، الحي الاماراتي. مظبوط. ودي بقى تحل لك كمان ايه مشكلة التعليم.
ازاي؟ اقول لك ازاي تحل مشكلة التعليم، لان احنا النهاردة مش معقولة. انا بشوف الاطفال لسه معهم كتب عادل وسعاد في الحديقة وبيشوفوا برامج التلفزيون الكرتون، يعني حاجة عايزين نبتدي انهم ندربهم من سن صغيرة نشغل مخه يفكر في حاجات. فلما زرت سيليكون فالي في امريكا في سان خوزي اللي تتمركز فيها معظم شركات التكنولوجيا الأمريكية، مديرين هذه الشركات بيروحوا المدارس والجامعات يلقوا محاضرات ويدوا مشاريع للطلبة يشتغلوا عليها، فبيعلموهم من سن صغيرة كمان ايه روح الفرقة، مش انا فاهم كل حاجة، فبيشتغلوا تيم وورك. وبعدين بيخلقوا لهم فرص التدريب في هذه الشركات في الصيف او العمل فيها، فبيطلع الطالب عارف بالظبط هو هيتاخد في الشركة دي، بيتخرج من هنا بيخطفوه لانهم استثمروا فيه. مش كل واحد يقول انا عايز اطلع دكتور، انا عايز اطلع مهندس، انا عايز اطلع مهندس، انا يعني عايزين نطلع من هذا الاطار ونبص، لان لو ما واكبناش التكنولوجيا دلوقتي يعني لازم نركب القطر التكنولوجيا، مش ممكن نفضل بانماط تقليدية بقالها 50-60 سنة. قبل ما اطلع فاصل، لانهم بيقولوا لازم تطلع فاصل، قول لي انت ليك حق في بنك مصر كواريس تقدر تروح كده تقول لهم انا ليا فلوس هنا؟ طلعت حرب باشا، جدك هو صاحب البنك. لا لا يعني ما، ولا بعد التأميم خلاص بقى؟ لا بعد التأميم خلاص يعني. بس اي مواطن مصر النهارده لو كان ليه جده كان مشارك وهو مؤسس بنك مصر هيروح. ده مش بنك مصر بس، ده مصر للطيران ومصر للسياحة. يعني انتوا لو لميتوا بعضيكوا تاخدوا نص البلد. لا 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 احنا احنا للبلد يعني. احنا نطلع فاصل، وبعد الفاصل حوار ده ممتد مع الخبير الاقتصادي العالمي الاستاذ محمود ابراهيم حفيد طلعت باشا حرب. رحم الله شهداء مصر الأبرار اللي احنا مش هننساهم أبدا، لن ننسى كل جندي مصري ضحى بروحه من أجل هذا الوطن ومن أجلي ومن أجلك، وإن شاء الله هنسأل لهم. بجدد التحية بحضراتكم، والنهاردة في هذه الفقرة لن تلهينا عمليات الإرهاب عن الحديث عن المستقبل. نكمل حوارنا مع ضيفي الكريم الخبير المصرفي العالمي الأستاذ محمود إبراهيم، وتطرقنا في جزء اول من هذه الفقرة الى ذكريات عن الجد له وهو الخبير الاقتصادي او باني نهضة مصر، احد بناة نهضة مصر، الاقتصادي البارز طلعت حرب باشا. استاذ محمود، وانت جاي تبني بلد جديدة بعد ثورتين وتطلعات شعب، وعارفين في ظروف ضاغطة، احنا مثلا كان في لقاء جمعني بالسيد رئيس الوزراء من كام يوم مهندس ابراهيم محلب، بيقول لي احنا موارد الدولة محدودة والادارة الان هي كيف ندير هذه الموارد المحدودة باعلى كفاءة ادارية. قال لي اعلى كفاءة ادارية توصل ل 100%، 98% يبقى انا ببوظ البلد. هل هناك ثروات مخفية في هذا الوطن انت عايز هذه الحكومة تستخرجها؟ وطبعا مش المعنى البترول او الدهب. لا طبعا طبعا، لا هي طبعا زي ما قلنا في اول الحديث، اهم ثروة لمصر هي الانسان المصري. نعم، الانسان المصري، بس عايز يتحط في اطار انه يطلع شوي يعني يكون مدرب ويخش ويكون شايف حصل ايه في العالم، لان النهاردة
مصر بقت جزء من العالم مع كل الانفورميشن سيستمز. نعم. ما نقدرش نقول احنا هنمشي بطريقتنا، لا ما ينفعش، لازم نشوف العالم بيعمل ايه ونعمل جوينت فينتشرز مع العالم ده علشان يبقى مصالحهم الاقتصاديه مع مصالحنا وتبقى عمليه وين وين هم واحنا، لان احنا ما نقدرش يعني مثلا حصلت تكنولوجيات جديده جدا في مجال السيارات، احنا في مصر لسه بنكون عربيه وصلوا دلوقتي العربيات، في العربيات الكهرباء وفي العربيات الهايبريد النص كهرباء نص بنزين، ودلوقتي بتشتغل كبرى شركات تصنيع السيارات على ايه؟ عربيات بدون سائق. دي ده ازاي دي تعمل حادثه؟ لا بتبقى بتبقى المدينه اللي بتصير فيها العربيات دي مجهزه بسنسورز حساس، فالشخص بيخش ويقول هو فين وعايز يوصل لاي عنوان، بيدخل الداتا يا حتى ممكن بالفويس ريكوجنيشن. احنا عايزين بس اشارات مرور الكترونيه بدون العسكر. ايوه. بس خليني مثلا اخد حضرتك لنقطه فيها امل. احنا في فبراير القادم بمشيئه الرحمن هيعقد على ارض مصر في مدينه شرم الشيخ مؤتمر دولي هتشارك فيه دول كتيره، امريكا هتشارك، روسيا، دول الخليج الشقيقه، وده اسمه مؤتمر دعم مصر. كيف نذهب كحكومه لهذا المؤتمر علشان ناخد استثمارات؟ يعني ايه هي الروشتة وانت الخبير الاقتصادي العالمي؟ عشان ناخد استثمارات لازم نقول لهم من مسبقا احنا هنعمل بيها ايه. يعني انا لو حد جه قال لي وعايز اتبرع مثلا لمشروع خيري لازم اعرف المشروع ده بيعمل ايه وايه فايدته وايه الخطه بتاعته. فلذلك فكره العاصمه الجديده لمصر وكل دوله من هذه الدول تساهم بحي مع المدارس مع الجامعات مع الشركات بتاعتها الدوليه، ده يجيب حل اقتصادي وحل تعليمي. لان في يبقى واحد تعليمي. انت شايف ان الحكومه المصريه تعرض مشروع العاصمه الاداريه على جدول هذا المؤتمر وتقنع به هذه الدول الوفود اللي جايه؟ مظبوط. ماشي. مظبوط. وتعمله يعني اكتر من كده انها تحاول انها تعمل عمليه تسويقيه ان الدول دي هنديكوا الارض وانتوا هتيجوا بخبرتكوا وابنوا الحي بتاعكوا على التراث حتى المعماري بتاعكوا يا ريت. ونبين ان مصر بقى اتفتحت بقت عاصمه دوليه كوزموبوليتان سيتي زي ما اسكندريه كانت زمان، زي ما القاهره كانت في الثلاثينات والاربعينات. نعم. ده حاجه. طيب ايه تاني من المشروعات اللي نلفت بيها انتباه الحكومه وتضحها على جدولها وهي راحه لهذا المؤتمر اللي بيعقد على اراضينا؟ يعني انا فكرت كتير، فلازم يعني مشروع العاصمه ده مشروع متكامل. انت ترى ان هو جامع مانع بالظبط، لانه كل حي هيكون فيه مستشفياته ومدارسه وجامعاته شركاته الدوليه، فزي دويله صغيره. بس ده حضرتك هنا في القاهره، هنا في وجه بحري، احنا عينينا برضو على سيناء على الصعيد. ما انا عشان كده فكره انها تكون قريبه من قناه السويس، فبالتالي يبقى تبقى قريبه اقرب لسيناء. الصعيد ليه؟ يعني الصعيد بقى لازم ان احنا برضو نتوجه للامركزيه. ليه؟ علشان كل مدينة في الصعيد تبقى متكاملة وما يكونش اهل الصعيد بس حلمه انه يهاجر للقاهرة او للعاصمة الجديدة، ما يبقاش للصعيد طارد. بالظبط. ما يبقاش، يبقى بالعكس جاذب يفضل فيها سكانها وهم مبسوطين واقتصاديا بيكسبوا لهم فرص عمل، يعني ما يبقاش مهمل. ايه نموذج نهضة اقتصادية في دولة كانت ظروفها مشابهة للدولة المصرية الآن، وشايف ان احنا ممكن نستلهم جزء او ملامح من هذه التجربة؟ هل البرازيل؟ هل ماليزيا؟ هل الصين؟ سنغافورة؟ يعني احنا مشتركين مع اي دولة من هذه الدول في الظرف الاقتصادي الضاغط دلوقتي المصري؟ يعني مثلا
اتكلم على كوريا، يعني هي كذا دوله ولازم ناخد منها افضل الاشياء. فمن ضمن انت ترى ان احنا لا نكتفي بتجربه لا لا نكتفي بتجربه ناخد من كل دوله من كل تجربه بناخد من كل تجربه وندعوهم انهم يشاركوا معانا في هذه التجربه، فتبقى العمليه وين وين. فاحدى المدن اللي جذبت اللي زرتها وجذبت انتباهي كوريا الجنوبيه. كوريا الجنوبيه نص تعداد سكانها يتمركزوا في العاصمه. عدد السكان 50 مليون، العاصمة 25 مليون. نظافة، انضباط، مفيش تلوث، في public transportation، نقل عام. ده يتحقق عندي في بلدي ازاي؟ اخد ايه من هذه التجربة؟ ان احنا نعمل حي كوري ويقوموا في العاصمة الادارية. في العاصمة الادارية، لكن حاليا في العاصمة التاريخية لا. القاهرة دلوقتي لا. يعني تجمع 5 أكتوبر عملنا انفاق ومهما عملنا كباري حلول مؤقتة، يعني مش مستحملة ترقية. فلازم نبتدي من سكراتش فاونديشن جنب. والعاصمة الاخرى برازيليا، عاصمة البرازيل، لان تعمل ماستر بلان نيو برازيليا. نيو ريدو ريو دي جانيرو. لا، ريو دي جانيرو دي مش العاصمة. عاصمة نقلوا العاصمة من 30-40 سنة الى برازيليا. فبرازيليا دي الاساس بتاعها المخطط ليها واحد اسمه لوشيو كوستا، هو توفى في اخر التسعينات، ان ما يكونش فيها ولا اشارة مرور، فيبقى عندك سيولة مرور. ده خططها بهذا الشكل؟ خططها بهذا الشكل. طيب والكثافة السكانية والآن بقى فيها اشارات مرور. بس عشان كان التخطيط وكان البيس الاولي قوي، تعتبر من اكتر المدن في العالم فيها سيول احسن مرور فيها. مفيش نهضة في العالم هتتم في اي دولة بدون اهتمام بالتعليم. طبعا شايف التعليم في مصر طبعا مش هنتكلم عنه عن رضاءته، لكن ايه التجارب في دول العالم وانت قارئ لهذه التجارب ممكن نستلهم منها؟ يعني انا بشوف ان الشركات الدولية يجب انها لها دور اساسي، زي ما امريكا عاملة، وامريكا اكتر ناس متقدمين من ناحية التكنولوجيا، ان تشارك في التعليم. تشارك في التعليم وده استثمار ليها. انت عايز شركات القطاع الخاص؟ بالظبط كده. عايز شركات دولية. شركات يعني دولية القطاع الخاص عندنا ياريت تساهم، بس ما عندهاش خبرة تكنولوجيا. انا عايز اتكلم تكنولوجيا بره الصناعات التقليدية. فانا عايز شركات الدولية اللي عندها التكنولوجيا تعلم الاطفال وبعدين الطلبة التكنولوجيا، تبتدي فتحببهم فيها وتعمل لهم مشاريع 4 مجاميع 4-5، وبعدين بعد كده توظفوا في هذه الشركات. توظفهم في هذه الشركات او في طريق اخر. طريق اخر، لو الـ4-5 مندمجين مع بعض وعندهم فكرة مشروع كويس، ممكن هم يتخرجوا ويقوموا بهذا المشروع. فالشركة دي تيجي تخش معاهم كأنها بنسميها تحط سيد ماني، كأنها انجل انفستور، اي الملاك المستثمر. فبالتالي فنخلق في مصر بهذه الطريقة مئات من بيل جيتس، مايك زوكربيرج، بيل جيتس اللي أسس مايكروسوفت. انا ملاحظ في حديثك انت مركز على التكنولوجيا بشكل كبير. أي. وشايف ان هو عنق زجاجة للدولة المصرية ممكن تنطلق من خلاله. بالظبط كده. لان عندنا الانسان المصري من اذكى شعوب العالم. فيجب ان احنا نستغل هذا. ده بقى الكنز المدفون بحقيقي. الكنز المدفون الانسان المصري. الانسان المصري وذكاء الانسان المصري. بس يجب ان نستغله وما نسيبوش كده يتصرف لوحده. قل لي وانت بتقرا مثلا عن تصنيف مصر الائتماني في الخارج وانه تحسن دلوقتي، هل انا كمواطن لو مهتم بده احطه في بالي ولا دي مجرد فرقعات بتحصل؟ انا في رأيي فرقعات، يعني لازم نشتغل. يعني لازم نشتغل داخليا ونركز على شغلنا الداخلي، وبعدين التصنيف هيجي بقى لوحده بعدين. يعني ما نقعدش نهتم كل يوم تصنيف عمل ايه سالب. يعني مهم ان احنا نبص له، بس يعني طبعا كل ما تحسن كل ما كان احسن وكان يقدر يعمل استقطاب للاستثمارات. بس يعني لو احنا ركزنا في عملنا وورينا انتاجيتنا وكان في امن وامان، طبعا التصنيف هيتحسن من نفسه.
طيب ترى ان عملية زي اللي حصلت امبارح ممكن تأثر على مصر في اقتصادها؟ ده اكيد اكيد للأسف، لان اول حاجة طبعا هي السياحة اللي هتتأثر. يعني لا قدر الله ممكن تتأثر مثلا بورصتنا بكرة، ممكن يعني الصورة اللي تتنقل عن مصر برة دي تؤثر عليها؟ ممكن. ما عشان كده ايه اكتر حاجة بتعمل تذبذبات في البورصة المصرية؟ الاستثمار الاجنبي فيها. فانا لو شجعت اكتر الاستثمار بيسموه دايركت انفستمنت، انهم يخشوا انهم يبنوا الحي بتاعهم، يجيبوا شركاتهم هنا تبقى جوينت فينشر او شركات مشتركه مع مصر، ساعتها هيكون في تلاحم اقتصادي، فهتبقى احسن كتير ما يستثمروا على طول في البورصه. يستثمروا في البورصه المصريه دي تيجي مرحله تانية بعد ما يكون لهم شركات مشتركه ناجحه، فحتى هم يشتروا اسهم هذه الشركات من خلال البورصه. متابع شركات اللي اسسها جدك العظيم طلعت حرب باشا؟ متابع وضع الاقتصاد الحالي يعني لما اخدك لمصر للغزل والنسيج؟ يعني انا للاسف ما زرتهاش، وبس بسمع ان الحاله يعني صعبه هناك. ولكني زرت بنك مصر على علاقة يعني في بنك مصر، يعني فعلا في قيادة بنك مصر في عناصر ممتازة. ده بنك رئيسي. وعلى طول في تطورات، فبنك مصر الحمد لله ماشي. طيب لو ظهر طلعت حرب جديد النهاردة، شايفه يستثمر في ايه؟ في العاصمة الجديدة. العاصمة الجديدة. انت بتروج للعاصمة الادارية او العاصمة انت عايزة تكبر؟ انا عايزة شاملة كل حاجة. ما تبقاش ادارية فقط. فيها كل حاجة. لان حرام يعني الانسان المصري له كرامة، ما حرام يبتدي بالمواصلات يوم وساعتين يروح شغله وساعتين يعني. انت ترى ان بداية الخروج من مأزق مصر وظروفها وان احنا نركن هذه العاصمة بمشاكلها التاريخية دي ونسميها القاهرة التاريخية عشان سكانها ما يزعلش ونروح لعاصمة جديدة؟ فيها يعني آثار ممتازة جدا ولازم طبعا تفضل تاريخية، ما اقولش نكسر. وترى ما انا عارف ان الحكومة المصرية لو ركزت في طرح هذا المشروع العاصمة على المستثمرين اللي جايين لنا في فبراير، انت شايف ده تبقى حاجة كويسة؟ يا ريت. يعني ده طيب عندي قضيتين عايز اناقش حضرتك فيهم. الحكومة وكل وزير لما تقعد معاه يقول لك اجيب منين؟ ميزانية الدولة تعبانة. ودايما واحنا بنتكلم على الموازنة يروحوا حاطين لنا رقم، احنا مدينين ب 1700 مليار جنيه. وبندفع عليهم فايدة سنوية في حدها الأدنى 200 مليار جنيه. ده يحبطني كمواطن، بس أنت كخبير مصرفي عالمي شايف ممكن نخرج من ده إزاي؟ هل بمزيد من الاستدانة؟ هل بإيه؟ تشجيع القطاع الخاص. تشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الاجنبيه، فما نعتمدش كل حاجه على الحكومه. يعني مثلا يعني للاسف الانظمه السابقه بتشجع مجانيه التعليم. انت تقول للاسف. انا مع مجانيه التعليم ومع تكافؤ الفرص، ولكن لك حقوق، لك واجبات قصاد هذه الحقوق. عايز مجانيه التعليم، اعمل بجد تحرز الدرجات التي تؤهلك انك تكون عندك مجانية تعليم. مش اي واحد عايز يروح يقعد في الجامعة 4 5 6 7 8 سنين وما عندوش حاجة يعملها، وبقى يروح ياخد قرشين من هنا يروح حاطط قنبلة هنا يكسر المال اللي ياخد، يكسر المال العام اللي في الجامعات ويعمل شغب. مش عاوزين ده. ده مش موجود في اي دولة في العالم. بتحصل طبعا شغب وكده، بس مش موجود في اي دولة. اللي هي المجانية المفتوحة دي. المجانية المفتوحة مش موجودة في معظم دول العالم. يعني هترد عليك ويقول لك عدالة اجتماعية، ودي احد مطالب ثورة يناير. دي عدالة اجتماعية، ما هو تكافؤ فرص. اشتغل وهتحصل على مجانية تعليمك. لو حصلت على الدرجات واثبت ان وكل واحد. القضية الثانية واللي عايز انهي بيها هذه الفقرة، البطالة، وهي الهم الازلي امام كل حكومه. يعني التقرير الرسمي يقول لك 13.6، بس في تقديرات اعلى من كده بكتير غير رسميه 20%. رئيس حكومه يعمل ايه؟ عنده 1700 مليار جنيه مديونيه،
وعنده 14 الى 20% بطاله. ما مشكله زي دي مش يعني مثلا هحكي لك ماذا حدث في امريكا. نعم. حصل عندهم سنه 2008 كارثه السب برايم اللي هي كانوا توريق بيعملوا توريق وبيدينوا من غير ما يكون في غطاء ائتماني لهذه الديون. نعم. ففرقعت سنة 2008 فالفيدرال ريزيرف الامريكاني اللي هو البنك المركزي الامريكاني قام باستخدام اداتين. الادة الاولى تخفيض سعر الفايدة يعني وصلنا تقريبا لشبه زيرو، وان من الناحية التانية قام بوضع برنامج الكوانتيتيف ايزينج. الكوانتيتيف ايزينج عبارة عن انه كل شهر البنك المركزي الامريكي الفيدرال ريزيرف بيشتري اوراق قيمتها 85 مليار دولار، والان خفضوا ال 15 وخلال ايام متهيألي هيتلاقي خالص الكوانتيتيف ايزنج. ليه؟ توصلوا انهم ينزلوا البطاله ل 6% ومعدل النمو 3%. اعملوا ازاي في مصر؟ ما هو دي صعبه في مصر بس ممكن ناخد منها اكزامبل. هي مصر هتاخد وقت اطول كتير لان لازم في مصر ان احنا عشان ندخل عائد ان احنا نشجع قطاع خاص، بس القطاع الخاص عندنا برضو عايزين حاجة اسرع. فلو عملنا العاصمة الجديدة وجبنا شركات دولية هي اللي هتتيح فرص عمل وفرص. طب هيجوا بسهولة يعني؟ انا اول ما نقول لهم عندنا عاصمة جديدة خلاص هم قاعدين مستنيين؟ مش هيجوا بسهولة يعني. طلعت حرب اخدته اكتر من 10 سنين عشان يخلق بنك. فيعني دي ممكن تاخد لها يعني عايزة جهد جامد جدا. في الفاصل اللي فات حضرتك قلت لي انك متفائل، ايه اسباب هذا التفاؤل؟ مبني على ايه؟ هذا التفاؤل مبني اولا من دراساتي لدورات النهضة المصرية. فحاليا على حسب هذه الدراسات 100 سنة تقريبا فاتوا من انشاء بنك مصر، ان دلوقتي 100 سنة وتم والعمل التاني تم القضاء على نظام فاسد. فطبعا فدلوقتي ممكن نبتدي نفتح صفحة جديدة بتفكير جديد وما نقدرش نمشي بنفس الطريقة. ان شاء الله الخير لمصر. واللي بيقول لنا هذا الكلام خبير مصرفي اقتصادي عالمي الاستاذ محمود ابراهيم حفيد طلعت حرب باشا. انا بشكر حضرتك على تشريفك. انا اشكرك جدا النهار. على الدعوة الجميلة دي، الف شكر. بعد الفاصل هيشرفني في الفقرة الطبية اليومية أستاذ دكتور عمر عبد العزيز بيجيب على أسئلة المشاهدين حول أمراض النساء والولادة. وقبل ما اطلع فاصل عايز أستاذ أكرم فاروق مخرجنا الجميل يعرض لي المشاهد دي حالا على الشاشة عشان نعلق عليها. هذه المشاهد لازم نفتكرها. هذه هي الجمعة الشهيرة، شايفين الناس فيها كتيرة ازاي؟ اللي سميناها بجمعة كندهار. السؤال اللي انا بطرحه في هذا المشهد، الناس دي راحت فين؟ السؤال ده انا مخصص له بكرة الفقرة الرئيسية، والدولة تتعامل معاهم ازاي؟ الناس دي موجودين لسه في مصر، مواطنين مصريين، احنا ربما نكون نسينا. ده صورة اخرى عن اللي كانوا موجودين في ميدان النهضة، عشرات الالوف. يجب الا نستهين بده. ما دور الدولة تجاه هؤلاء المواطنين اللي جزء كبير منهم غرر بيهم؟ انا شايف الدولة تجاهلت هؤلاء. ده اجابة على سؤال، او هنجيب على هذا السؤال غدا باذن الله. اين ذهب هؤلاء؟ بكرة في الفقرة الرئيسية هنفتح هذا الملف ونلفت انتباه الدولة والحكومة، نقدم روشتة ازاي الدولة تتعامل مع هؤلاء المواطنين. احنا عندنا ارهاب في البلد وداخلين على انتخابات مجلس النواب، كيف نتعامل مع هؤلاء؟ الناس دول مصريين ولسه عايشين بنا. نطلع فاصل.
بجدد التحيه بحضراتكم، وجي معادنا مع الفقره الطبيه اليوميه الثابته اللي بيشرفني فيها النهارده دكتور عمر عبد العزيز، استاذ امراض النساء والولاده بطب القاهره، طب قصر العيني. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. اسمح لي ندخل على طول، ومع تغير الفصول وانتشار حالات البرد، هل في تأثير لأدوية البرد والمضادات الحيوية على المرأة الحامل؟ هو في الأول أحب أوضح بس أن أي امرأة حامل معرضة لأن يجي لها برد طبعا زيها زي غيرها، ولكن الموضوع بيفرق جدا في وجود الحمل. يعني كتير قوي بنسمع أن واحدة تعادت من جوزها أو تعادت من ابنها، الزوج أو الابن يخف في 3 أيام وهي ممكن تقعد 15-20 يوم ونفس الدور ونفس الفيروس ونفس كل حاجة. ده تفسيره بسيط جدا، ان المرأة الحامل المناعة بتاعتها لازم تقل اثناء الحمل. هي بتقل وكمان بيحصل لها تغيرات عنيفة جدا، وده سببه ان الجنين اللي موجود جواها نصه جاي من الاب. فلو شبهنا ده بمثلا واحد بيزرع كلية او بيزرع قلب، بنعمل فحوصات كتير قوي علشان نلاقي الكلية اللي ممكن تتزرع فيه او بينقل دم، لازم يبقى من نفس الفصيلة. هي بتتجوز واحد ما تعرفوش خالص، وبيبقى الجنين اللي جوه ده حامل لكل الصفات الوراثية بتاعت هذا الزوج. فاذا المناعة بتاعتها ما قلتش الى درجة كبيرة، الحمل ده ما يستمرش. وده من اسباب مثلا الاجهاض المتكرر او موت الجنين داخل الرحم. فاذا اتفقنا ان المناعة بتقل جدا، فلو اتعرضت لاي عدوى بكتيرية او فيروسية اكيد مش هتتخلص منها بسهولة. فعلشان كده اولا لازم تاخد بالها كويس قوي. طيب لو جالها بقى البرد والحاجات دي، لو احنا في اول 3 شهور بنخشى جدا من كل الادوية اللي ممكن تسبب تشوهات للجنين في اثناء فترة تكون الاعضاء بتاعته، وعلشان كده بنتجنب الادوية وبنلجأ لاشياء طبيعية، الا في حالة ارتفاع الحرارة مثلا او التهاب في اللوزتين، في الحالة دي بنضطر نستعمل مضادات حيوية. وفي مضادات حيوية اللي هي عيلة البنسلينز عموما، دي ثبت على مدى سنين طويلة انها مأمونة اثناء الحمل حتى في الفترة الاولى من الحمل، ولكن برضو لازم نستعملها بحرص شديد. يعني باختصار، الافضل ان السيدة الحامل تتجنب الاماكن المزدحمة، الاماكن اللي فيها تدخين، الاماكن اللي فيها عدوى، ولو حصل ما تاخدش اي ادوية الا بعد استشارة الطبيب طبعا، وان شاء الله ما يكونش في تأثير يعني لهذه الادوية عليها. طبعا طالما تحت اشراف الطبيب بالزبط. يعني هو طبيب امراض النساء بيبقى عارف كويس قوي ايه الادوية اللي ممكن تأثر او ما تأثرش، وبالرغم من هذا حتى الادوية المأمونة جدا بنديها بحساب شديد اثناء الحمل. بذكر حضراتكم الفقرة مفتوحة امام حضراتكم للتواصل وسؤال ضيفي الكريم الاستاذ الدكتور عمر عبد العزيز، استاذ النساء والتوليد بطب قصر العيني. اتصلوا بينا من اي تليفون محمول على 137، من اي تليفون ارضي على 0900 9900. هرجع لحضرتك واسالك على اسباب نقص المياه حول الجنين. ده موضوع كبير قوي الحقيقه. هو اهميه المياه ايه الاول؟ هي المياه اللي حوالين الجنين دي من اهم الحاجات اللي بتوضح صحه هذا الجنين. ودي حاجة بالنسبة له أساسية. المية دي اسمها السائل الأمنيوسي. السائل الأمنيوسي ده بيبتدي يتكون مع بداية الحمل ويبتدي يزيد بالتدريج لغاية لما يوصل الماكسيمم بتاعه تقريبا في التلت الثاني من الحمل، وبعدين يبتدي يتناقص ببطء لغاية الشهر التاسع. لازم نعرف السائل الأمنيوسي ده جاي منين أساسا. السائل الأمنيوسي ده اللي هو الأمنيوتك فلويد، ده جزء منه جاي من الجنين، جزء منه جاي من البول اللي بيطلعه الجنين، ومن الافرازات اللي بتطلع من الفم بتاع الجنين، من الرئة ومن هذه الاشياء. جزء منه بيطلع من المشيمة، وجزء منه بيطلع من الام. السائل الامنيوسي ده يعني ده انا بعتبره عبارة عن محيط من الاسرار، ممكن عن طريقه نعرف حاجات كتير قوي عن الجنين. يعني كان زمان ولا زال لغاية دلوقتي بنعمل حاجة اسمها أمنيوسنتيسيس، يعني بناخد منه عينة، والعينة دي مليانة خلايا من الجنين، مليانة مواد معينة بتفرز. يعني هو مش مجرد مية حوالين الجنين؟ لا لا، ده سائل فيه أشياء كتير جدا. يعني ممكن منه نعرف جنس الجنين،
بدري جدا، ممكن نعرف امراض هتصيب الجنين بعد الولاده زي الامراض الوراثيه او خلل في التمثيل. كل ده السائل الامنيوسي وضحه. السائل الامنيوسي ده عباره عن كنز بنقدر نعرف بيه حاجات كتير قوي عن الجنين، وكان قبل الموجات فوق الصوتيه كان هو الوسيله الوحيده للتعامل مع الجنين داخل الرحم والتشخيص داخل الرحم. يعني طبعا الموجات فوق الصوتيه جت في مرحله لاحقه بقت اوضح بكتير من الكلام ده، ولكن لازال بنستعمله في التشخيص اشياء معينه. الاكتر من كده بقى السائل الامنيوسي ممكن نستعمله في علاج الجنين داخل الرحم. يعني انا ممكن احقن في السائل الامنيوسي ادويه معينه يبلعها الجنين، يبقى انا بعالجه داخل الرحم. عن طريق السائل الامنيوسي ممكن نوصل للجنين ونعمل تغيير لدمه في احوال معينه من حالات الار اتش انكومباتيبلتي، يعني بيكون الجنين بينزف داخل الرحم. هنرجع لشرح اكتر بس نرد على امل من القاهره. اتفضلي يا امل. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. بعد اذن حضرتك ممكن بس اسال الدكتور على حاجه؟ اتفضلي. لو سمحت، انا بنتي لسه اول حمل ليها وهي عندها 22 سنه. ايوه. بقالها لسه ده اول شهر ليها، يعني اول شهرين. ايه اول شهرين حضرتك؟ اول يعني في ثاني شهر بالظبط. فهي بتعاني من الجيوب الانفيه حضرتك. فهي الافرازات اللي بتنزل من الجيوب الانفيه على معدتها هو ده تعبنا جدا. طبعا طبعا. مش عارفه بقى الصراحه علاجه ايه. هو ده برضو من الحاجات الشائعه اثناء الحمل، الجيوب الانفيه. لو هي تعبانه طبعا وفي بدايه الحمل بتعمل مشاكل كتير قوي، لان الافرازات بتنزل على المعده، وفي بدايه الحمل بيبقى في الاساس في قيء وفي غممان نفس، فده بيزود حكايه القيء. للاسف ما بنقدرش ندي علاجات قويه للجيوب الانفيه في اول 3 شهور من الحمل، ولكن ممكن ندي علاجات موضعيه زي بعض البخاخات او بعض استنشاق مواد طبيعيه. وفي الحالة دي طبعا لازم تلجأ لدكتور الأنف وأذن، ولكن ما بتاخدش العلاج إلا بعد استشارة طبيب أمراض النساء. طيب، وحضرتك بتكلمنا على أهمية السائل الأمنيوسي. متى ينقص هذا السائل؟ السائل ده ممكن ينقص وممكن يزيد. بينقص غالبا في أحوال بيكون الجنين فيها في تشوهات شديدة جدا، ولو نقص بدرجة كبيرة جدا الجنين بيموت داخل الرحم، ولو نقص بدرجة أقل بيحصل حاجة اسمها امنيوتك فلويد باندز، يعني الجنين ما بيعرفش يتحرك كويس داخل الرحم، فممكن يحصل التصاقات بين اعضاء من الجنين وبين جدار الرحم، ويوصل لدرجة انه ممكن يحصل بتر ذاتي لاجزاء من الجنين، يعني ممكن دراعه يتقطع. ممكن ازاي؟ الحاجات دي بتبقى صغيرة جدا داخل الرحم. وجود السائل الامنيوسي بيخليه يتحرك بسهولة وبيحميه من جدار الرحم. لو السائل الامنيوسي قل، يا اما هيحصل التصاقات، يا اما يجي الجنين يتحرك ممكن دراعه يتخلع. يعني ممكن يحصل بتر ذاتي للاطراف. فقله السائل الامنيوسي، بالمناسبه برضو عشان الناس ما تتخضش، احنا بنشوفه كويس جدا بالموجات فوق الصوتيه، وبنقدر نقيسه وبنقدر نعرف كميته هل هي زايده او ناقصه. طيب انا هسالك بس بعد ما نرد على آية، احنا نقدر نزوده ولا لا؟ لا لا لا، هو المصادر بتاعته كلها الجنين والمشيمه والام، فحتى لو حقنت جواها حاجه هتمتص وهتروح خلاص. ايه من الشرقيه. ايوه اتفضلي يا ايه. اتفضلي اسالي الدكتور. الخط قطع. طيب خلينا نروح لنقطه ثانيه، حاجه مشهوره كده بالحوامل اسمها اكتئاب الحمل. ايه اكتئاب الحمل ده؟ المرأة الحامل بتكتئب؟ طبعا. مش مفروض تفرح انها حامل؟ هي بتبقى طبعا، هي مش مكتئبه علشان هي زعلانه عشان هي حامل. الا طبعا العيل اللي بيقول لك جه سرقه كده. طبعا. لا يعني في بعض الاحيان طبعا لما بيجي حمل غير مرغوب فيه ده بيبقى فيه اكتئاب من الاول، لكن في حاجه اسمها اكتئاب الحمل اللي هو حمل طبيعي جدا ومرغوب فيه وكل حاجه، وممكن يبتدي الام تحس باحساسات غريبه اثناء الحمل. يا اما مكتئبه خالص، يعني واخده جنب كده وما بتكلمش حد، يا اما بالعكس على طول متنرفزه وعلى طول بتزعق ومش عارفه هي بتعمل كده ليه، ويجوا يشتكوا يقولوا احنا ما نعرفش بنتصرف كده ليه، دي مش شخصياتنا. ده بيحصل نتيجه خلل في الهرمونات، او هو مش خلل، هو تغير في هرمونات الجسم نتيجه الحمل ونتيجه المشيمه، بتطلع هرمونات كتير السيده مش متعوده عليها، فممكن ده يؤدي الى خلل في وظائف المخ، فيبتدي يحصل يا اما اكتئاب يا اما حالات هياج عصبي.
الحالات دي لازم تعامل باهتمام شديد اثناء الحمل، والا هتتحول بعد الولاده لحاجه اسمها اكتئاب ما بعد الولاده. هتجاوب عليه بس جداً. بعد ما ناخد ابراهيم من الجيزه. اتفضل يا استاذ ابراهيم. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك احمد ابراهيم من الجيزه، ومتزوج لسه حديثا دلوقتي، ومن شهر 8 اللي فات، والمدام عندي حامل، فاللي جاي عليها حضرتك حته القيء المستمر. ليل صبح اي ريحه بتستنشقها، اي حاجه بتستنشقها بتروح مرجعها على طول. فطبعا هنا الاكل اللي بتاكله حضرتك بيتم رجوعه مره تانية. فانا عايز الدكتور يفيدني في الحاله ديت، يعني العمل ايه من ناحيه. حاضر يا استاذ ابراهيم. هو القيء اثناء في بدايه الحمل ده من اعراض الحمل، وده معروف جدا. وده بنسميه اميسيز جرافيديرم، يعني ده القيء اللي هو في ناس زبان قبل ما يبقى فيه وسائل لتشخيص الحمل كانت السيده بتتاكد انها حامل بانها بترجع. فاذا القيء ده حاجه ثابته في الحمل، ولكن ساعات يزيد قوي عن حده. يعني المفروض ان القيء الطبيعي في الحمل مره او مرتين الصبح، بيبقى الصبح اول ما تصحى. ده ممكن علاجه بادويه بسيطه جدا او بطرق غذائيه بسيطه. لو زاد عن كده بيبقى اسمه هايبر اميسيز جرافيديرم. هايبر اميسيز يعني قيء مستعصي. في الحاله دي حتى الادويه ما بتنفعش، والسيده بترجع اي حاجه حتى لو بق ميه بترجعه، واكتر من كده بتمتنع عن شرب الميه، بتبتدي ترجع عصاره المعده، وده ممكن يؤدي الى عواقب وخيمه جدا جدا لو اتساب. في الحاله دي بنضطر ندخل العيانه مستشفى، وبتاخد ادويه شديده جدا. اولا بتوقف كل حاجه بالبق، وبتبتدي تتغذى عن طريق المحاليل بطريقه معينه طبعا، وبتوقف كل الاغذيه اللي عن طريق الفم حتى الميه، وبنبتدي نديها ادويه قويه جدا وتحاليل مستمره، وغالبا الحكايه دي بتخلص في اقل من اسبوع، وتخرج من المستشفى وتكمل الحمل بسلام ان شاء الله. حضرتك كنت بتكلمنا ان شاء الله الشفاء لزوجة حضرتك استاذ ابراهيم. قبل اتصال استاذ ابراهيم كنت بتكلمنا على ان احنا ممكن الحمل تدخل في حاجه اسمها اكتئاب ما بعد الولادة. ما بعد الولاده. في الحاله دي بتبقى مش عارفه تتعامل مع الطفل، ممكن ما ترضعوش. في بعض الحالات الشديده جدا ممكن تصاب كره شديد للجنين او للطفل اللي مولود. في الحاله دي بنضطر ندي ادويه بنوقف الرضاعه طبعا، لان ادويه معالجه الاكتئاب بتطلع في اللبن وممكن توصل للطفل المولود حديثا وتضره، فبتوقف الرضاعه وبتبتدي تتعالج بادويه معينه وجلسات لغايه لما تبقى كويسه. طبعا ده كان ممكن تجنبه لو اكتشفنا بالاول موضوع البريجنانسي بلوز او الحاجات التغيرات النفسيه البسيطه اللي بتحصل اثناء الحمل. نعم. نقدر نتجنب اكتئاب ما بعد الولاده. خليني ناخد منى من القاهره، اتفضلي مدام منى. منى. طيب. هاني من الدقي. هاني. يا شباب ايه المشاكل في الاتصال؟ الو السلام عليكم. صحة الله، اتفضل يا استاذ هاني. كنت عايز بس استفسر مع الدكتور عمر على حاجه كده. اتفضل. كنت عايز اسال ان في بس الاطفال، نسبه الاطفال اللي هي كتيره دلوقتي التوحد ولا ولا عندها فرط نشاط حركه زي، هل ده ليه علاقه بوقت الحمل ولا ده بعد الحمل؟ لا ده ملوش اي علاقه بالحمل، يعني ده بيبقى تغيرات في الجينات بتاعه الطفل، فهو ملوش علاقه بالحمل، وللاسف لا يمكن تشخيصه اثناء الحمل. يعني ده بيتشخص بعد الولاده. ناخد منى من الشرقيه. الو السلام عليكم. اهلا بحضرتك. لو سمحت دكتور. ايوه اتفضلي. معاك الدكتور عمر عبد العزيز. طيب انا كنت مركبه جهاز وحصل حمل يعني على الجهاز. وحاولت رحت لكذا دكتور عشان اشيله، ما يعني دكتورين ما عرفوش يشيلوا الجهاز. فقالوا لي سيبيه كده، فده ممكن ياثر يعني على الحمل، وبعدين ممكن يحصل اجهاض في اي شهر. هو الجهاز ده اللي هو اللولب يعني. نعم. هل هم شافوه بجهاز موجات فوق صوتيه ولقوا ان هو موجود جوه الرحم مع الحمل؟ هم عملوا سونار ووروهولي. كان موجود جنب كيس الحمل. اه
طيب هو طبعا حكاية الحمل مع اللولب دي من المشاكل الشهيرة، هي ما بتحصلش كتير يعني، ولكن التعامل معها ببساطة انه لو حصل حمل على اللولب بنبص الاول بجهاز الموجات فوق الصوتية ونشوف اللولب موجود ولا لا، لانه ممكن يكون وقع والسيدة مش واخدة بالها يعني ما فيش لولب اساسا. فلو اللولب موجود ومعاه حمل بنحاول نشيله بالراحة جدا في بداية الحمل، وبيبقى فيه نسبة 50% ان الحمل يكمل و 50% ان الحمل يجهض. لو معرفناش نشيله بنسيبه، وده ما بيضرش الجنين خالص، وبرضه بيبقى فيه نفس نسبة الاجهاض او بتزيد شوية يعني بتوصل 70%. لكن لو الحمل كمل يبقى في الحالة دي اللولب ملوش اي علاقة بالجنين، لان ده بيبقى موجود في جزء تاني من الرحم وما بيضرش الحمل خالص، والجنين بيتولد ورا اللولب على طول وخلاص. سيد من كفر الشيخ. سيد، طيب الحالة النفسية للمرأة الحامل هل تؤثر على الجنين صحته؟ هي بتأثر طبعا، ودايما بنقول للحوامل انهم ما يعرضوش نفسهم لمشاكل نفسية كتير، ويبتعدوا عن اسباب الحزن والاكتئاب، لان هو الحزن والاكتئاب ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن حالة كيميائية في الدم. يعني ده كيمياء بتطلع في الدم عبارة عن هرمونات زي الكورتيزون وخلافه وانزيمات. الانزيمات دي لو راحت للجنين ممكن جدا تؤثر عليه طبعا. والجنين داخل الرحم هو مش بمعزل عن العالم الخارجي ولا بمعزل عن الحالة النفسية او الصحية للام. يعني تنصح دائما المرأة الحامل انها تكون في حالة نفسية جيدة؟ ده اكيد، لان يعني انا اقول لحضرتك حاجة بسيطة بتتعمل في اليابان مثلا، وصلوا لها من فترة من سنين، يعني انهم بيقدروا يسمعوا الجنين اللي جوه بطن امه موسيقى وبطرق معينة، قدروا انهم وبيتابعوه بالموجات فوق الصوتية بيلاقوه هادي جدا وبيقعد يستمع ومبسوط. طبعا دي بتبقى بترددات مختلفة غير اللي احنا بنسمعها. مش الام تسمعها؟ طيب. لا الجنين هو اللي بيسمعها. هاخد احمد من شبرا، اتفضل استاذ احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن اكلم الدكتور لو سمحت؟ اتفضل. اتفضل. يا دكتور انا عملت قبل كده 3 مرات طفلة بليد. وفي يعني في مراكز جامدة قوي، يعني مراكز حلوة وعند دكاترة كويسة. وما حصلش نتيجة، وكانت بتكلفة عالية جدا جدا جدا. والواحد يعني لاحظ زي من التكاليف. هو حضرتك المدام سنها كام سنة؟ 36. وحضرتك 40. طيب بتعملوا طفل انابيب علشان السبب في الزوجه ولا في الزوج، يعني في السائل المنوي ولا؟ نعم عندنا، كان عندي طبيب. عند حضرتك ايه الخلل؟ نسبة صديد عالية. طب ما نسبة صديد عالية بس عدد الحيوانات المنوية كويس وحركتها كويسة. كويسة يا دكتور، كويسة جدا. طيب ما هو يعني ده مش شرط انه يتعالج باطفال انابيب، يعني ده انا بقالي 16 سنة متجوز يا فندم. وما حصلش نصيب، وكانت تكلفتها عالية طفلة نبيل، كنت بعملها من فوائد جامدة وما حصلش نصيب. هو عموما نسبة نجاح أطفال الأنابيب مش يعني ما بتزيدش بأي حال من الأحوال عن 40 لـ50%، فهو مش غريب إن حضرتك تعملها 3 مرات وتفشل حتى لو المركز كويس يعني. إنما لو نسبة نجاح اللي هي بتسمى الحقن المجهري. الحقن المجهري نسبة النجاح 50%. ما بتزيدش عن كده يعني. ما بتزيدش عن كده في أحسن الأحوال يعني. يعني حكايات 70 و80% دي مش مظبوطة طبعا. كذب وضحك على الدقون. أعتقد هذا يعني. حنان من اسكندرية. ايوه اتفضلي. ايوه الدكتور معايا لو سمحت. اتفضلي يا فندم. ايوه بص لو سمحت، انا بنتي متجوزه بقى لها 2 سنين. ايوه. واول ما دخلت حملت، وحملت في شهر ونص، وكانت حامل في توأم وسقطت. وبعدين بعد كده عرفت الدكتور عمل لها عمليه اللي هي الاشعه المعدنيه، وقال لها ان انت عمليه ايه حضرتك؟ حملت في توأم. عمليه ايه؟ بعد ما عملت لها عمليه تنظيف. ايوه. وما شالتش. بعدين بعد منها حوالي 1.5 سنة عملت لها أشعة اللي هي المنظار. المنظار. وبعدين طلع عندها أنبوبة مفقودة وأنبوبة ضيقة. في بقى يعني أنا عايز أعرف أخبارها، ممكن تحمل طبيعي ولا بيقولوا لها اعملي الحقن المجهري؟ أنا مش عارفة الصراحة. طيب هي حضرتك بتقولي إنها حملت أول ما اتجوزت، يبقى معنى كده إن الأنابيب سليمة. يعني حملت من غير علاج ولا حاجة أول الزواج. حملت بدون علاج يا فندم؟
ايوه وكانت سليمه. يعني ده معناه ان الامور سليمه. الله اعلم بقى، قال بقى يعني في العمليه بقى حبوا لها ما هو ده اللي انا كنت هقوله لحضرتك. يعني هي لو حملت في الاول اول الزواج بدون علاج وبدون اي حاجه، يبقى اذا لازم تكون الانابيب سليمه، على الاقل انبوبه منهم سليم. لما اتعمل عمليه الاجهاض ممكن تكون اتعملت تحت ظروف مش معقمه قوي، وده اللي بنحذر منه جدا في العمليات دي. هي عمليه بسيطه ولكن لازم تتعمل باهتمام شديد، لان لو دخل اي ميكروب عن طريق الرحم بيوصل للانابيب وممكن فعلا يسدها. نعم. فهي بالنسبه للمريضه دي لو في انبوبه مسدوده وانبوبه سالكه، هي ممكن تحمل من الانبوبه السالكه، ولكن لو انبوبه مسدوده وانبوبه ضيقه قوي طبعا فرصه الحمل بتبقى اقل، وفي الحاله دي بتلجا للحقن البنجهري طبعا. يعني تعملها وتتوكل على الله. طيب حنان من بورسعيد. الو السلام عليكم. سلام ورحمه الله، اتفضلي مدام حنان. محمد اكلم الدكتور بعد اذنك. اتفضلي معاكي. دكتور عمر بعد اذن حضرتك، انا عندي سؤالين بس بسرعه كده. اتفضلي. انا من وانا صغيره يعني من سنين مراهقه وانا عندي صداع مستمر. انا مش سامع. اي حد عرف يشخص حضرتك من وانت صغيره ايه؟ من وانا صغيره وانا دايما عندي صداع. عندك صداع؟ عندي صداع دايما مستمر. فانا دلوقتي حامل في نص الرابع تقريبا. اوكي. ومن ساعه ما بدات الرابع وانا بيجيلي صداع فظيع فظيع ما اقدرش استحمله. احيانا بضطر اخد مسكن. طيب هو حضرتك عرفتي سبب الصداع ايه؟ ما حدش عارف خالص. يعني دايما يقولوا لي طب شوفي النظر، طب شوفي. يعني هو في ثلاث اسباب شهيره للصداع، في غير الصداع النصفي طبعا. الصداع العادي في الحمل ثلاث اسباب شهيره، يا اما الجيوب الانفيه، يا اما الاسنان، يا اما النظر. فهل انت كشفتي على الثلاث حاجات دول؟ يعني لا، ما بشتريش من اي حاجه منهم. طيب الصداع ده بيخف بايه؟ يعني ايه المسكنات اللي قبل الحمل كنت بتاخديها علشان يخف؟ انا كنت باخد بنادول. البنادول امن جدا اثناء الحمل. يعني مفيش مشكله. انا يعني باراسيتامول عموما عشان ما بقاش بقول اسم دواء، يعني الباراسيتامول من الادويه المامونه جدا من اول الحمل لاخره. يعني مفيش مشكله لو حسيت ان هو جامد قوي اخدته؟ ده طب لا خدي طبعا بنادول مفيش مشكله يعني. طب معلش دكتور سؤال تاني. اتفضلي. انا برضو انا قولوني عموما عصبي من ايام حتى ما كنت بنت، فبرضه مع الحمل الموضوع بقى زياده قوي. موضوع ايه حضرتك؟ نعم؟ ما سمعتش في الاول. علي صوتك بس. القولون عندي عصبي القولون. وانا بنت. فالموضوع زياده قوي مع الحمل. بيزيد مع الحمل فعلا طبعا. يعني بيحصل عفوا غازات وحاجات كده. طبعا طبعا. ده نتيجة طبعا هرمون المشيئة كده لغاية الولادة مثلا ولا لا؟ هو الحل في الحالة دي طريقة أكلك أثناء الحمل. في الحمل احنا بنقول الحامل لا تجوع ولا تشبع، بمعنى ايه؟ ان المفروض انها تاكل وجبه صغيره قوي كل ساعتين او ثلاثه، يعني ما يبقاش 8-10 ساعات من غير اكل وتبقي جعانه جدا، وبعدين تقعدي على سفره بقى فيها نشويات وبروتينات وخضار، ده طبعا ما ينفعش. انما المفروض الاكل كله يبقى وجبات صغيره جدا، يعني كوبايه لبن وبسكوته دي وجبه مثلا، تفاحه وموزه دي وجبه، قطعه لحمه مشويه لوحدها دي وجبه، طبق سلطه وجبه. لو عملتي كده القولون هيستريح جدا اثناء الحمل. نوره من اسكندريه. نوره؟ نوره معايا ولا؟ مدام نوره مع حضرتك. اتفضلي. حضرتك انا بقالي سنتين متجوزه. ايوه. ولغايه دلوقتي ما حصلش حاجه، انا عملت تحليل وجوزي عمل تحليل وما فيش اي حاجه، بس دلوقتي ماشي صفر انرجي، عايزه اعمل صفر انرجي. حضرتك التحليل بتاع الزوج كويس؟ كويس. طيب وانتي عملتي ايه بقى؟ انا عملت برضه تحليل وطلعت كويس ما فيش حاجه. ايوه ايه التحاليل؟ يعني هل عملتي متابعه تبويض بالسونار؟ عملت متابعه تبويض وموبايل كويسه جدا. وكويسه؟ اخر مره عملت متابعه كانت واصله 24. طيب وعندك كام سنه حضرتك؟ انا عندي 19 سنه. 19 سنه. والدوره منتظمه؟ منتظمه جدا. هو في الاحوال اللي زي دي اللي هي بيكون فيها الزوج والزوجه كويسين جدا، ده بنسميه تاخر حمل غير مفسر. ولو ما لقيناش اي حاجه طبعا بيبقى الحل في الحاله دي هو الحقن المجهري. اخر اتصال الحقن المجهري. معلش اخد اخر اتصال تليفوني. مدام ايه من الشرقيه، اتفضلي. مدام ايه. طيب
ما فيش. السؤال الاخير، تنصح اديني كده الروشتة لاي حامل لسه بدأ الحمل، تنصحها بايه؟ اي حامل لسه بدأ الحمل اولا انها تعمل متابعة من اول الحمل. ومش بنصح ده الواحدة لسه اول مرة تحمل. يعني اول مرة او تاني مرة انا ما بحملش عمهم قوي، لانه بيبقوا فرحانين وخايفين فبيروح للدكتور بدري قوي. بكل ساعة. يعني بيروح للدكتور بدري وبيعملوا متابعة. المتابعة دي اهم حاجة اثناء الحمل. نعم. انا بخاف قوي من الحامل رابع مرة او خامس مرة. ليه؟ اقول لحضرتك، بيبقى عندها حاجة اسمها فولس سنس اوف سيكيورتي، يعني احساس كاذب بالامان. يعني ولدت ثلاث مرات سهل تقول لك انا عارفة كل حاجة، انا بقى كويسة ومفيش داعي اروح اتابع من الاول، مع العلم ان الحمل الرابع او الخامس ده هيبقى اخطر حمل عندها ولازم يتابع من اول يوم. فدول فعلا دول اللي بنصحهم ما تقعدوش في البيت. يعني ممكن يقولوا خلاص ما احنا تابعنا وحافظين كل حاجة وهو نفس الدكتور ونفس الفيتامينات ونفس، فمش هنروح، ونبقى نروح مرة في الشهر السادس نشوف البيبي شكله ايه وبعدين نروح على الولادة. دي اخطر حاجة في الدنيا، لان في الحمل ده بالذات ممكن يحصل المشاكل التي لا يمكن اكتشافها الا بمتابعة دورية للحمل. انا بشكر مع حضراتكم ضيفي الكريم دكتور عمر عبد العزيز، استاذ امراض النساء والتوليد بطب قصر العيني جامعه القاهره. بشكر حضرتك. شكرا. لا يبقى الا ان احنا نجدد العزاء لانفسنا اولا ولاهالي واسر الضحايا، اهالي شهداء الحادث الارهابي البشع اللي وقع امس، وان شاء الله ستبقى مصر قويه وصامده امام اي حادث ارهابي بجيشها و كل أجهزتها الأمنية، وحفظ الله مصر من كل سوء، وحفظ الله جيش مصر العظيم.